ضرب وتعرض الى 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 اصابه، لكن ممكن عدم المجاسه في اخراج المساكني، لان المساكني لاعب قد يحل المشكله في اي لحظه، سواء كان بـ 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 بصناعه او بتسجيل او بخلق فرص من خلال اخطاء قريبه من خط الجزاء. لكن اعتقد ان جورج ليكنز سيحدث نقله كبيره في منتخب تونس اذا ما اعطي الحريه والمساحه الكامله في اختيار. نعرف انه ايضا تونس ذاك المنتخب الجميل اللي نستمتع به في كل الاوقات في كل زمان ومكان، لانه يبحث الان عن هويه كبيره في اعاده صياغه منتخب تونس، لان زي ما قال الكابتن نبيل معلول وهذه نقطه مهمه، انه ليس هناك خيارات كثيره في تونس زي ما هي موجوده في مصر، لكن يجب ان يكون ايضا هذا النبع ما يتوقف بالنسبه لتونس، لان تونس فيها امثله كبيره موجوده على مستوى العالم، لا زال الجميع يحكي عن ابناء تونس. طبعا ننتقل الى ملعب الدفاع الجوي للاستماع الى النشيدين الوطنيين للجمهوريتين التونسيه والمصريه. إذن بعد أن استمعنا للنشيدين التونسي والمصري لم يتبقى إلا أن أشكر محلي بين سبورتس كابتن نبيل كابتن ميدو والكابتن سامر، وننتقل مباشرة إلى ملعب المباراة لنتابع معكم ركلة البداية لهذا اللقاء المهم جدا من الجولة الثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية هناك في مصر بحضور 15,000 متفرج. الكلمة لزميلين علي محمد علي روف من خليك. زميل محمد سعدون الكواري، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا نتابع هنا في هذه اللحظات مباراة القمة العربية كلاسيكو عربي ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس في إطار الجولة الثانية ضمن المجموعة. القاهرة يحتضن بعد لحظات قمة مباريات المجموعة السابعة من التصفيات التأهيلية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015 بالمغرب بين المستضيف المنتخب المصري والضيف المنتخب التونسي. افتتاح مباريات هذه المجموعة السابعة مشاهدينا الكرام عرف خسارة مدوية للفراعنة في السنغال بهدفين لصفر مقابل انتصار النصور التونسية على بوتسوانا بهدفين لهدف أمامنا جانب من حضور جماهير النصور. إذا منتخب مصر سيلعب بشعار حتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار للعودة في هذا المشوار، والمنتخب التونسي من أجل تأكيد انتصار الافتتاح وتحقيق ثاني نجاح. مباراة نارية كلاسيكية بين تونس ومصر، ياسر الشيخاوي وحسام غالي مع طاقم التحكيم الجامبي بقيادة حكم الساحة بكري كاسما.
الكل مشاهدينا يتابع مجريات الكلاسيكو الرهيب بين الفراعنه والنصور. نستعرض الان تشكيلتي المنتخبين، البدايه بالمنتخب الضيف منتخب تونس. ايمن المثلوثي لحراسه المرمى، يمين الدفاع رامي البدوي، على اليسار علي معلول، في محور الدفاع سيام بن يوسف وبلال المحسني. ثنائي الارتكاز بامتياز حسين الراقد وفرجان الساسي، ثم نجد ثلاثي وسط الميدان الهجومي ياسين الشيخاوي وعبد الخزري ويوسف المساكني، وقلب الهجوم فخر الدين بن يوسف الفني والبلجيكي جورج لايكانسا. تشكيلة منتخب مصر، الشريف الكرامي لحراسة المرمى، يمين الدفاع حازم إمام، على اليسار محمد عبد الشافي، في وسط الدفاع أحمد سعيد أوكا وعلي غزال، وسط الميدان لمحمد النني، حسام غالي، أحمد فتحي، والهجوم لخالد أمر، عمرو جمال، ونجمة تشيلسي محمد صلاح باختيارات شوقي غريبة. طاقم التحكيم مشاهدينا الكرام غمبي، حكم الساحة باكاري قاسما، حكمان مساعدان الكاميروني ايفيريس من كواندي والرواني فريسيان كاباندا. الحكم الرابع الكامبي شريف نيتشي يراقب المباراة الكيني نيكولاس موسيني. لحظات ملعب الدفاع الجوي، 15,000 متفرج مسموح به من قبل السلطات المصرية لحضور هذه القمة النارية الأفريقية بين مصر وتونس. أمامنا شوقي غريب، 55 عام في انتظار ضربة البداية. الحكم بكاري قاسما أمامنا، 35 عام للفني الجامبي رجل أعمال. فرشاني ساسي في أولى الكرات باتجاه فخر الدين بن يوسف منذ البداية. المنتخب التونسي يتقدم للهجوم، علي معلول لمسة أولى في انتظار التدخل من أحمد فتحي، والتماس يرجع للمنتخب المصري. حسابات كبيرة في عقل المدرب شوقي غريب، لا مجال للتعادل ولا الخسارة في أوقات هي بكل المرارة بالنسبة للفراعنة. خسارة مدوية في ملعب سيدار زنجور في العاصمة السنغالية داكار بهدفين صفر أمام أسود التيرينغا، صعبت أمور المدرب شوقي غريب. بينما المدرب البلجيكي للمنتخب التونسي وأعني جورج ليكانس كان عاد من بعيد بانتصار على بوتسوانا في اللحظات الأخيرة من المباراة بركلة جزاء لياسين الشيخاوي. ترجع كرة تونسية، تدخل في وسط الميدان لحسام غالي، الضغط من يوسف المساكني، ترجع كرة سريعة من محمد النني، محمد عبد الشافي يسار الدفاع. طبعا المدرب شوقي غريب قام بثلاثة تغييرات قياسا بمباراة السنغال اليوم. وقع استبعاد شوقي السعيد من محور الدفاع، وقع استبعاد أحمد المحمدي من وسط الميدان، وأحمد حمودي كذلك. يأتي الثلاثي محمد عبد الشافي، حازم إمام، وعمرو جمال للاستفادة في هذه المباراة الغير عادية بالمرة. بالنسبة لنصر قرطاج، هذا فرجاني الساسي من أبرز اللاعبين في الدوري التونسي. فرجاني لتحقيق الأماني، يعدي فرجاني على اليسار ويرجع الشيخاوي في المساندة. الفرجاني أكيد المنتخب المصري منه سيعاني، لعب الارتكاز بامتياز، لعب يحذق اللعب في كل مراكز وسط الميدان، عنده المواصفات الهجومية اللازمة، لعب يقدر يكون 9.5، يقدر يكون لعب ارتكاز. الكمالية في الأداء بالنسبة لفرجاني ساسي، كذلك حسين الراقد معاه بجانبه من أكبر المسؤوليات فوق الميدان. افتكاك الكرة من وسط الميدان المصري هي مسؤولية فرجاني وكذلك حسين الراقد. تعود الكرة طويلة باتجاه عمرو جمال، تفوق لسيام بن يوسف على طول لفخر الدين بن يوسف. ساسي والراقد، تدخل لبلال المحسن مدافع جلاسكو رانجرز بدون رحمة، ترجع كرة لكن يقصها يوسف المساكني، تعود قصيرة وأرضية. المنتخب التونسي من أصعب المنتخبات في إفريقيا مناورات تكتيكية، وبالتالي تصعب على كل المنتخبات الاختراق من جانب الدفاع التونسي. حسام غالي خاطئ منه، يستفيد منه وهبي الخزري، الخزري نجم جيروندا بوردو يعدي، وبكاري قاسما يعطي ضربة مخالفة. دخول في صميم الموضوع منذ البداية بين المنتخبين. هذه أمامنا تدخل محمد النني نجم نادي بازل السويسري مع وهبي الخزري محترف جيروندا بوردو الفرنسي. حسين الراقد يلعب بسرعة مع فرجاني ساسي، ساسي على اليمين، كرة لا تصل إلى رامي البدوي. قلنا المدرب جورج ليكانس مشاهدينا الكرام قام بثلاثة تغييرات قياسا بتشكيلة النصور أمام بوتسوانا. رامي البدوي يأخذ مكان حمزة المثلوثي يمين الدفاع، الحارس أيمن المثلوثي مكان فاروق بن مصفى في الحراسة، وفخر الدين بن يوسف على حساب حمزة يونس في قلب الهجوم. حسين الراقد
يتفوق عليه عمرو جمال في هذه الكرة، لكن تبقى لصنع احمد فتحي. حسام غالي، احمد فتحي، ثنائي النادي الاهلي سابقا، لانه الان احمد فتحي يلعب لهم سلال في الدوري القطري. ما تعديش الكره، تمشي لعمرو جمال، محاوله للتمهيد، حسام غالي مع فرجاني ساسي، تمر الكره، غالي في انتظار لمسه اولى، لكن محمد النني، هذا هو الثنائي الشبيه ببعضه على مستوى الاداء الفني. فرجاني ساسي، لمسه لياسين الشيخاوي اللي كالعاده ينطلق من موقف لاعب ارتكاز، يمر ياسين نجم اف سي زيورخ، يحاول المرور والعبور على اليسار، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين لا يمر، بيتدخل موفق من حازم امام يمين الدفاع، يسترجع الكره يوسف المسياكني، كره للمنتخب التونسي، يوسف الفنان يتقدم الى الامام، يوسف يوسع، التدخل من علي غزال قلب الدفاع عن المنتخب المصري، حسابات خطيره عند كل الجماهير المصريه والجماهير التونسيه. محمد عبد الشافي على اليسار، محمد عبد الشافي كان لم يلعب مباراه السنغال بحكم الاصابه، كره رائعه باتجاه عمرو جمال، يوسع، مرت بسلام امام خالد امر، خالد امر ثاني المهاجمين لجانب محمد صلاح، وكذلك لما يتقدم عمرو جمال، عدت على علي معلول ومرت بسلام على الدفاع التونسي. حوارات كبيرة بين المنتخبين في هذه القمة النارية الإفريقية المصرية التونسية في ثاني مواجهات المجموعة السابعة. المنتخب التونسي يتصدر المجموعة بثلاث نقاط إلى جانب أسود الترنجا منتخب السنغال. فرجاني ساسي يرجع لبلال المحسني، كرة لفخر الدين بن يوسف، المنتخب التونسي تقريبا يلعب بدون قلب هجوم ثابت كله في الحركية، فخر الدين واليسارية والركنية التونسية، أولى ركنيات نسور قرطاج في هذه المباراة بعد ستة دقائق لعب. الرؤوس الذهبية اللي هي موجودة من خلال هذه الركنية، فرجاني ساسي، بلال المحسني، كذلك سيام بن يوسف إلى جانب فخر الدين بن يوسف. خمسة عشر ألف متفرج يحضروا في هذه المباراة، خمسة ألف من العناصر الأمنية، عشرين ألف الكل في الكل. هذا هو الروج، فخر الدين بن يوسف نجم النادي الرديس فاكسي، ياسين الشيخاوي مراقب من احمد سعيد اوكا في قلب الدفاع، نجم اف سي زيورخ السويسري كابتن المنتخب التونسي مع الشريف الكرامي، يلعب وادي القهوه بالخزري، وزع والتدخل للشريف الكرامي، والضغط التونسي ما زال موجود، وهبي الخزري كره قصيره وعرضيه ليوسف المساكني، تعدي الفرجاني، يعدي فرجاني، يمشي، لكن ضاعت الكرة. مجهودات كبيرة منذ بداية المباراة يقوم بها فرجاني ساسي على مستوى الدفاع، مهمته الأولى اللي لازم ما ينساهاش فرجاني، والمساعدة الهجومية في وقت ثاني. شوقي غريب مع مدير الكرة أحمد حسن، طبعا شوقي غريب 55 عام متوسط ميدان، سبق في الكرة المصرية، ترعرع في غزل المحلة، شارك أربع مرات كلاعب في نهائيات كأس أفريقيا للأمم، منها التتويج سنة 1986 في مصر بالذات أمام الكاميرون. فخر الدين من اليسار إلى اليمين، وبالخزري في المساعدة، يضغط عليه محمد النني نجم نادي باسل السويسري، هذه هي الركنية، نعم الحكم يعطي ركنية للمنتخب التونسي، الركنية الثانية بتدخل لمحمد النني أمامنا، لعب باسل أمام ياسين الشيخاوي، لاعبان يعرفان بعضهم البعض، واحد يلعب في الاف سي زيورخ ياسين الشيخاوي، ومحمد النني في اف سي باسل. سبعة دقائق لعب والركنية الثانية التونسية، وهاب الخزري ينتظر الرؤوس، رامي البدوي، وهذه كرة بالراس تدخل لقلب الهجوم، عمرو جمال ترجع للعب جيروندا بوردو، يوزع، والشريف الكرامي، شريف إكرامي، ذلك الشبل من ذلك الأسد، إكرامي الكبير عنده ذكريات تعيسة تاريخية مع منتخب مصر أمام تونس 4-1 ديسمبر 77 في ملعب المنزا في ترشح للمنتخب التونسي للأرجنتين. محمد علي عقيد وتميم العزامي إلى جانب راو بن عزيزة وخمايس العبيدي، الربيع المسجل للمنتخب الذهبي التونسي في جيل السبعينات بقيادة المايسترو عبد المجيد الشتالي. ترجع كرة لأحمد فتحي اللي ترك اليمين الدفاع لحازم إمام ويلعب في وسط الميدان، محمد عبد الشافي استلام كرة، وحسين الراقد يقاتل من أجل افتكاك هذه الكرة، ترجع مصرية
والرائع محمد عبد الشافي في هذه اللقطة الفنية أمام رامي البدوي، معاوض لحمزة المثلوثي أمين الدفاع التونسي. محمد عبد الشافي في التمايد لحسام غالي، كرة ممتازة من بيران المحسني، فخر الدين بن يوسف على هجوم المعاكس، يوسف المساكني يتفوق عليه أحمد سعيد أوكا، ترجع لوهاب الخزري. حوار رهيب في وسط الميدان بين اللاعبين، 10 لاعبين في منطقة المناورات في أصعب الأوقات. كرة دور مليح من جانب المنتخب التونسي، علي معلول. معلول قدم مباراة ممتازة ضد منتخب بوتسوانا، الحكم يعطي مخالفة لفرجاني سازي أمام محمد النانين على لاعب الارتكاز. كما قلنا مشاهدينا الكرام، المدرب جورج ليكاس عنده ثقة كبيرة في حسين الراقد وفرجاني سياسي، ثنائي الارتكاز لتمشيط منطقة وسط الميدان من خلال أولى اللمسات. واضح وأنه فخر الدين بن يوسف يلعب على الجبهات الثلاثة، المساكني مخالفة ضد حازم إمام. يوسف المساكني محترف نادي الأخويا القطري، لعب الترجي سابقا، أحد أفضل ما أنجبت الكرة التونسية في العشرين سنة الأخيرة. الكرة ثابتة يأتينا وهاب الخزري، الاختصاص رقم واحد في تشكيلة نصر قرطاج. وهاب الخزري محاولة استغلال رأسية بلال المحصني، وكذلك سيام بن يوسف. دفاع للمنتخب المصري يلعب بالنهار، كرة مرتدة ركنية مرة أخرى للمنتخب التونسي، ثالث ركنية تونسية بدون أدنى ركنية مصرية. الحضور التكتيكي للمنتخب التونسي واضح منذ بداية المباراة، أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، الهجوم لإبعاد كل الهموم. منتخب التونسي وضعيته على العال في حال الانتصار، 6 نقاط بالعلامة الكاملة في بداية مشوار المجموعة السابعة. وبالخزري يتقدم الخزري، يوزع كرة مرتدة بالدفاع أحمد فتحي، استقبال من حسين الراقد، تغطية وتأمين دفاعي من علي غزال، ترجع راي على يوسف المساكني على اليمين. وهاب الخزري مرة أخرى، المنتخب التونسي في وضعيات هجومية، وكرة بالراس مع حازم إمام، الركنية الرابعة لنصر قرطاج. مشاهدينا الكرام، نصر قرطاج بعد 11 دقيقة لعب هو المسيطر في الميدان بأجمل الأقدام، إلى حد الآن لم نشاهد أيمن المثلوثي. البلبولي في شبه الراحة، إن شاء الله يا رب، أكيد وأنه في مثل هذه المواعيد الحراس والقيمة الفنية الكبيرة. بعد فاروق بن وصفة ضد بوتسوانا يأتي أيمن المثلوثي، هذا هو نجم الكرة التونسية فرجاني ساسي، ساس المنتخب التونسي في وسط الميدان. يوسف المساكني كان يطلب الكرة، وعب الخزري يطلب إبعاد حازم إمام. حكم بكاري قسمة، رجل الأعمال الكمبي يترك اللعب، الخزري إيوابي يسدد، والحارس الشريف إكرامي. الشريف إكرامي في المكان المناسب، الحارس المناسب. هجوميا المنتخب المصري لم يصل إلى حد الآن، الحارس أيمن المثلوثي. علي غزال قلب الدفاع للناسيونال ماديرا في الدوري البرتغالي. تعدي الكرة لحسام غالي البعيد عن مستواه القديم، حازم إمام يعدي مع علي معلول. التماس للمنتخب المصري، منتخب الفراعنة الغائب في آخر دورتين لنهائيات كأس أفريقيا للأمم، ولا يريد غياب ثالث مدة ثاني ينسيهم في إنجازاته الثلاثة في 2006 في 2008 وفي 2010. جانب من الحضور للمنتخب المصري في هذه المباراة، حسين الراقد يراقب عمرو الجمال، حسام غالي مراقب من فرجاني ساسي. كور على مستوى القائم الأول، يرجعها يمر يوسف، لكن قبله محمد صلاح نجمة تشيلسي الإنجليزي. محمد صلاح يوزع مباشرة للرامي البدوي، استلام في وسط الميدان للمنتخب المصري. أحمد فتحي، فتحي يقطعها فرجاني، ترجع من جديد للمنتخب المصري. محمد عبد الشافي، أحمد فتحي ضغط عالي، يقود سيام بن يوسف. تكتيكيا المنتخب التونسي واقف مليح، يتحرك في كل مجريات المستطيل الأخضر. علي غزال على طول لحازم إمام،
لكن علي معلول بامتياز هجوم عكس المنتخب التونسي. علي معلول فخر الدين بن يوسف ثنائي نادي سفاقسي ورايعة ويعدي فخر الدين ويسدد جول. هداله فخر الدين بن يوسف جبهاله في الشباك هو فخر الدين حبيب الملايين شمائر الخضراء الرايعين مع النصور لا تلف ولا تدور منظومة تونسية عالمية. يوسف المساكلي في البداية فخر الدين في النهاية والمنتخب التونسي يسجل حضوره يفرح جمهوره في القاهرة بالذات وفي أصعب الأوقات. هذا هو الروج ما يرحمش الروج في الشباك المصرية فخر الدين حبيب الملايين والبداية والأسبقية النارية التونسية على الأراضي المصرية. مشاهدينا الكرام أول سيناريو في المباراة نصور قرطاج من أصعب الانفراج إلى حد الآن هي النجوم التونسية الضوايع في سماء العاصمة المصرية بأجمل أقدام. يا سلام فخر الدين إلى الأمام. الصمت الرهيب يقيم على مدرجات الملعب ملعب الدفاع الجوي بذكريات تاريخية لجمال الدين الإمام بجيل لطفي رويسي والوحشي والبقية هي النسمة التونسية في الملاعب المصرية. الآن السؤال المطروح كيف هي الإمكانية للدفاع عن هذا الهدف الغالي بإيقاعات النجم الدولي فخر الدين بن يوسف. لكن لابد أن نحيي هذه المنظومة الهجومية التونسية عند الانطلاقة الكروية. يوسف المساكني في وضعية المايسترو يتمكن من أداء فخر الدين كرة ولا في الأحلام. ربع ساعة من نار لنصور قرطاج في هذا المشوار. يلعب يا تونس لعبك وفرح شعبك إلى حد الآن. المهمة ناجحة في انتظار النهاية. أحمد فتحي المخالفة المصرية طويلة والبلبولي أيمن المثلوثي في المكان الممتاز يهدي طبعا خبرة كبيرة للبلبولي على مر السنين في نهائيات كأس أفريقيا للأمم. رامي البدوي أفضل سيناريو لجورج ليكانس لغازي الغرايري لحاتم المساوي في هذه اللحظات أخذ الأسبقية في هذا الميدان الصعب منذ البداية. هذا هو النار نار يا حبيبي نار فخر الدين في هذا المشوار في الوقت المناسب. شوف الحركية التونسية على طول مثالية الراكد والبقية علي معلول كرات قصيرة والتماس يرجع للمنتخب التونسي. كل دقيقة تمر سيحسبها الجمهور التونسي يحسب الأيام. عنده ساعة بعام عنده كل لحظة بعام. يوسف الفنان هذه هي أجمل الأقدام. يا سلام عدي يا بكري قسامة وعدي المخالفة. يوسف القدير المساكني واحدة واحدة راجع للفورمة راجع لأيام الصولات والجولات. محمد النني يدفع الفاتورة الكرة الثابتة يأتي علي معلول وأمامه واد بالخزري بجانبه فرجاني الساسي. شريف كرامي ما فهم حتى شيء ما فهمهاش كرة فخر الدين في الشباك حتى له بدون أدنى تردد جباله. هذه يسارية لعب النادي الصفاقسي علي معلول اللي قاعد يقدم في مباريات ممتازة في عهد جورج ليكانس. بلال المحسني يراوض الكرة التوزيع لسام بن يوسف ثنائي محور الدفاع في الوضعية الهجومية ويتقدم عليه يوسع راسية يوسف المساكني. ضاعت الثنائية التونسية في هذه الأوقات الكروية. شوف اليسارية من علي معلول المساكني وضع الكرة كما يجب بلغت الكرة. بلال المحسني متأخر وعدى الهدف الثاني بردا وسلاما على الدفاع المصري. منتخب مصري ليس في افضل حالاته بعد سنين العجب والذهب لحسن شحاته بجيل ابو تريكه وبركات. اليوم المنتخب المصري في اصعب الاوقات وهذا حسب امام يوزع والبالبولي بلبل الدفاع موجود في المكان المناسب. رامي البدوي في الوضعيه الهجوميه بجنبه ابو الخزري محاولة التوازن مع فخر الدين. فخر الدين السريع فخر
الدين المقير، فخر الدين المثير. الروج الروج اليوم ما يرحمش، الروج اليوم يا موج يا موج، الروج في وقته، جيت في وقتك في الميعاد يا حبيبي في الميعاد. هذا هو فخر الدين الرهيب، فخر الدين العجيب، بسرعة غير عادية. شوف شوف الدفاعات المصرية في مهب الريح، الدفاع المصري شريح مع فخر الدين الروج الموهوب، الموهوب فخر الدين حبيب الملايين. أولى البطاقات الصفراء من جانب الحكم بكاري كاسما ضد المنتخب المصري في 19 دقيقة لعب. هل يفعلها؟ طبعا انذار موجه على طول لأحمد سعيد أوكا. شوف حسني عبد ربو ما فهم حتى شيء من هذه المباراة لحد الآن، يعرف أن المنتخب التونسي بذكرياته الكبيرة. يسارية علي معلول أم يمينية وابل خزري، إن شاء الله يحط له على كل تابع للكرة. وابل خزري أقرب ربما من علي معلول، الخزري بالتخصص، وابل خزري لا يخليها كرة لكن بعيدة، لم تكن كرة خطيرة من علي معلول المدافع الايسر للنادي الرياضي صفاقسي. افضل خلف لاحسن سلف ياسين المكاري وقبله خليل شمام. الى حد الان مشاهدينا الكرام النجمه والهلال عال العال في ملعب الدفاع الجوي، النسور التونسيه تحلق عاليه في انتظار النهايه. احمد فتحي اخر مباراه، سنرجع طبعا على المواجهات المباشره بين المنتخبين التونسي والمصري. نتابع هذا الهجوم لمحمد عبد الشافي، يقطعها حسين الراقد، حسين ليوسف المساكني، حركية كبيرة، حرية لكل لاعبي المنتخب في التحرك داخل المستطيل الأخضر. شوف اللقطات الاستعراضية، الشيخاوي تقتاله، تمويه رائع من عبد الشافي، ممتازة اللقطة الفنية، يتفاعل معها الجمهور المصري. محمد صلاح، تأمين لحسام غالي، حسام غالي يصدد لكن ضعيفة، لا يمكن أن تخادع الحارس البلبولي مثل هذه الكرات من كابتن المنتخب المصري لاعب النادي الأهلي حسام غالي. 31 مباراة جمعت تاريخيا منتخب تونس بنظيره المصري. 11 انتصار للفراعنة، 12 انتصار لنزول قرطاج، و8 مباراة بالتعادل. آخر مباراة رسمية بين المنتخبين كانت في 25 يناير 2002 في الدور الأول لنهائيات كأس أفريقيا للأمم 2002 بمالي. عاد فيها الانتصار للمنتخب المصري بهدف وحيد عمل توقيع عازم إمام في شباك الحارس شكري الواعر. تعدي الكرة بعيد على محمد صلاح. ضاعت كرة على النجم من بلوزة تشيلسي غازي الغرايري. وضعية المحافظة على هذه النتيجة المثالية على الأراضي المصرية. غازي الغرايري لعمل مشوار كبير مع النادي الرياضي صفاقسي في الكاف الإفريقية في البطولة التونسية. هذا هو محمد صلاح نجم بلوزة تشيلسي لعب اف سي بازل سابقا، أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليا، لكن أمامه دفاع تونسي منظم. فرجان الساسي يرجع لسيان بن يوسف، أكبر سلاح خطير الآن على الدفاع المصري هي الوضعية السريعة لفخر الدين بن يوسف، لياسين الشيخاوي، كذلك وهاب الخزري في عكس الهجوم. وهابي كرة سريعة، جمهور مصري طالب بضربة مخالفة. محمد صلاح، محمد النني، محمد عبد الشافي، أمامه وهاب الخزري، ترجع لمحمد النني، أحمد فتحي، كرة مصرية دور من اليسار إلى اليمين، وعاصم إمام ضاعت عليه الكرة. يتنفس الدفاع التونسي السعداء. 23 دقيقة لعب إلى حد الآن. أسبقية تونسية مثالية أمام مصر بهدف لفخر الدين بن يوسف. شوقي غريب، غريب عليه هذا الحوار من نار من نسوم قرطاج إلى حد الآن. أكبر نتيجة بين المنتخبين جاءت في تصفيات مونديال 1978 في ملعب المنزة ديسمبر 77، انتصار تونس على مصر 4-1. يرجع البلبولي، ايمن المثلوثي كرة طويلة، الشيخاوي يتفوق على حسام غالي، يعدي الشيخاوي، يوصلها الفخر الدين، والورقة الصفراء ستظهر مرة أخرى. حازم إمام يطلب منه بكري كاسما اللعب بدون خشونة. شيء كبير، شيء كبير اليوم فخر الدين بن يوسف. يرجع احمد فتحي يتفوق في هذه الكره على يوسف المساكني،
الشريف الكرامي رجعها بسرعة محمد صلاح أمامه فرجاني ساسي لليسار محمد عبد الشافي عبد الشافي بكرة صايبة بلال المحسني يلعب بالنار مدافع لكلاسكو رانجرز فرجاني خروج سريع بالكرة لفارق الدين الثلاثي الذهبي للنادي الرياضي صفاقسي فرجاني ساسي علي معلول وفخر الدين بن يوسف في التشكيلة الوطنية حسين الراقد كالعادة لكن هذه المرة أكثر مع محمد صلاح هجوم قتيل المنتخب المصري وأيمن المثلوثي أسرع بكثير من عمرو الجمال ينقذ الموقف الهجوم المصري بدأ الآن بالاستفاقة بضغط جماهيري ممتاز من جماهيره الشيخاوي يلعب بالغرام الشيخاوي هذه الأيام الشيخاوي يلعب بالغرام بعيد الكرة على فخر الدين بن يوسف يسترجعها في عمق الدفاع أحمد سعيد كوكا أوكا يتقدم إلى الأمام حازم إمام يعدي أمام فرجاني ساسي تمر لليسار لمحمد صلاح لكن ذكاء كبير من وهاب الخزري ما يتعداش محمد صلاح ويمشي فخر الدين وهذه الورقة الصفراء هات الورقة هات سيد الحكم قسمها أمام اللاعب أحمد سعيد أوكا سرعة كبيرة لفخر الدين بن يوسف في هذه الأوقات شوف مثل الزئبق ما تقدرش تمسكه فخر الدين حبيب الملايين 11 مليون تونسي يتابعونا في كل البيوت والمقاهي الآن الشوارع التونسية خالية حسني عبد ربه مشكل موجود في الارتكاز للمنتخب المصري حسني عبد ربه يقوم بالعمليات الحمائية انتظار تغييرات من شوقي غريب وعبي الخزري يتفوق على الجميع محمد عبد الشافي كرة في ظهر بلال المحسني وهرب وهرب ويصدق خالد أمر خالد أمر خلى الجمهور المصري يعيش المرارة أمر وأمر بلال المحسني بصوت تمركز شوف شوف خلى في ظهره خالد أمر ولكن هذا اللاعب ضيع فرصة العمر خالد أمر عدت بسلام على الدفاع التونسي ركنية مصرية بكري كاسما يطلب الهدوء من جانب كل اللاعبين داخل منطقة الجزاء أحمد فتحي وسع كرة بالرأس عمرو جمال بالرأس ولكن الحارس أيمن المثلوثي في المكان المطلوب ترجع كرة للشيخاوي تغطية مثالية ممتازة مع حسين الراقد في الاستلام في على الشيخاوي يوسف المساكني يراوغ والمساكني تدخل من الخلف من حسام غالي تتعدد المخالفات المصرية في وسط الميدان إذن يوسف المساكني إنان المخالفة على حساب حسام غالي محمد عبد الشافي أسرع من وهاب الخزري الوقت يعدي 27 دقيقة في بداية هذه المباراة السباقية التونسية لفخر الدين بن يوسف بهدف غالي أحمد حسن مدير الكرة عميد المنتخب المصري ب 184 مباراة دولية مع المدرب شوقي غريب الذي كان مساعد المدرب حسن شحاتة لما توج الفراعنة ثلاث مرات متتالية بكأس إفريقيا للأمم 2006 2008 و2010 تعود الكرة من علي غزال محمد النني حسام غالي ينتظر صعود المدافعين مشكل تكتيكي كبير يواجه شوقي غريب أمامه منتخب تونسي منظم كأحسن تنظيم بخطوطه الثلاثة القريبة حسين الراقد بالضغط العالي كرة في ظهر رامي البدوي وتعدي يوزع وعلي معلول كرة لمحمد صلاح يوزع صلاح ولكن بدون خطورة وصول متأخر للمهاجم عمرو جمال
نقترب مشاهدينا الكرام متابعي قنوات بين سبورتس من نصف ساعة لعب منذ بداية القمة، والتفوق والتقدم للمنتخب التونسي بهدف لصفر. هذه أكبر فرصة ضيعها خالد أمر بتدخل أخير من رامي البدوي أو من بلال المحسني. التفاعل لأحمد حسن وللشوقي غريب، وضاعت الأحلام المصرية للعودة في المباراة. يسترجع المنتخب المصري زمام الأمور الآن، المنتخب التونسي تراجع إلى الدفاع. حازم إمام، حسام غالي، محمد النني، الآن حسام غالي، حازم إمام مرة أخرى، تعدي الكرة لمخالفة لعمرو جمال. هذه الكرة إذا نتابع كرة ثابتة للمنتخب المصري. الدفاع المتقدم لنصر قرطاج في أجواء مثيرة، هذه هي قيمة الكلاسيكو بين الكرة المصرية والكرة التونسية، تلعب إلى آخر رمق من عمر المباراة بكل الأجواق بكل الإثارة. تحتفظ المباراة بكامل الأسرار لنهاية المشوار. أحمد فتحي وسع، التغطية الدفاعية مطلوب بها حسين الراقد، ترجع من جديد محمد عبد الشافي. عبد الشافي يرجع للوراء، إمكانية اختراق وسط الميدان. حازم إمام، إمام يعدي، إمام يعدي، يوزع، وأيمن المثلوثي بامتياز يعطي فرصة الهجوم المعاكس، لكن ضيعها يوسف المساكني. محمد صلاح بكرة لحازم إمام، تأمين دفاعي من بلال المحسني. القيمة الثابتة للدفاع التونسي، مدافع لجلاسكو رانجرز علي معلول اعتل في هذه الكرة، وحازم إمام يجد أمامه حارس الأمان أيمن المثلوثي. ترجع السيطرة المصرية في هذه الأوقات الكروية. حازم إمام اللي محمد النني. نذكر بالنتيجة 1-0 المنتخب التونسي، توقيع لفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13. الشيخاوي تفتك الكرة من محمد صلاح وأحمد فتحي، فتحي وزع، بلال المحسني ببرودة الدم البريطانية يعدي المساكني بلقطاته الفنية، يوسف الفنان ويكسب التماس. لا الحكم يقول لصالح المنتخب التونسي، لصالح المنتخب المصري. أحمد سعيد أوكا، محمد عبد الشافي ضغط واضح، تعليمات جورج ديكانسي وبالخزري بعدم ترك محمد عبد الشافي في النزعة الهجومية، وكذلك بالنسبة ليوسف المساكني مع عازم إمام. فرجاني ساسي يعدي، فرجاني يمشي، فرجاني فرجاني يتعدى أمام ثلاثة وأربعة لاعبين. الفرجاني في النهاية يكسب ركنية، ركنية للمنتخب التونسي بمجهود يذكر فيشكر لفرجاني ساسي. اللاعب يعطينا في انتباه وانه يلعب في المنتخب التونسي منذ 5 سنوات او 6 سنوات. تطور كبير في اداء فرجاني ساسي مع النادي الرياضي صفاقسي ومع المنتخب التونسي، ياكدوا من مباراه لمباراه. فخر الدين بن يوسف بدا هو صاحب الهدف الوحيد، محمد النني يعاني بدنيا، احمد حسن خايف معنويا، الشريف الكرامي مرتبك. شوف الركنيه قد تاتي من جديد، بن يوسف الشيخاوي والمحسني الى جانب الفرجاني، يتقدم بالخزري، يوزع، وفخر الدين بن يوسف هو اخر من لمس الكره. طبيعي جدا التماس يكون للمنتخب المصري، وقف مليح عصام الحضري، طبعا اللاعب الوحيد ضمن قائمه منتخب مصر الحاضر لمباراه الليله، والذي كان حاضرا في اخر مباراه رسميه ضد تونس في 2002 في مالي. عصام الحضري اكثر لاعب متوج في الكره المصريه، عصام الحضري بكل تاكيد، الى جانب محمد ابو تريكه، نجوم النادي الاهلي بالتتويجات القاريه والمصريه. احمد فتحي في وسط الميدان يحول كرة لمحمد صلاح بدون إيجاد الحلول المناسبة. محمد النني يغير اليسار، محمد عبد الشافي، عبد الشافي
في انتظار الدواء الشافي. هذه كرة بعيدة من عمرو جمال خارج المرمى. عمرو جمال أمامنا لم يهتدي لحد الآن إلى شباك المنتخب التونسي. أثناج الانتظار لنزول قرطاج احتاج الفوز لمنتخب مصر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية. دكة احتياط منتخب مصر بقيادة شوقي غريب. طبعا الجهاز الفني للمنتخب المصري مشاهدينا الكرام، المدرب الاول والمدير الفني شوقي غريب، المدرب العام علي نبيل، المدرب المساعد عبد الستار صبري، مدير الكره احمد حسن، مدرب حراس المرمى محمد سلام، وطبيب المنتخب طارق سليمان. من جانب المنتخب التونسي طبعا ثلاثي التدريب جورج كانس، غازي الغرايني، وحاتم الميساوي. نتابع هذا الهجوم المنتخب المصري. احمد فتحي يا سلام على حسين الراقد. حسين ليس راقد في هذه المباراه، فايق صاحي مصحصح 100%. تعدي الكره لياسين الشيخاوي. الشيخاوي حاول الهروب، الشيخاوي وزع وبعد فقر الدين على كره مهاجم اف سي زيورخ. رامي البدوي بتدخل رائع، وعبي الخزري. الخزري في كره بيضاء لدفاع يوسف المساكني، والحكم قاسم يطلب اللعب. كره رائعه في ظهر الدفاع للفراعنه. محمد صلاح يعكس الهجوم، استلام لحسام غالي او لحازم امام، عفوا احمد فتحي. احمد فتحي لمحمد النني على طول عبد الشافي. وين وهبي الخزري في التغطيه الدفاعيه؟ عبد الشافي وزع كرة بالنيران الصديقة من بلال المحسني، كادت أن تغالط الحارس أيمن المثلوثي. المنتخب المصري مشاهدينا الكرام أصبح أكثر خطورة في كل كرة الآن باتجاه الدفاع التونسي. 10 دقائق لنهاية الشوط الأول. أحمد فتحي يرجع لمحمد عبد الشافي اللي سدد، والحارس أيمن المثلوثي. إذا كان أكبر الهدافين في تاريخ المنتخب التونسي هو عصام شمعة ب 36 هدف، فإنه حسام حسن هو أفضل هدف في تاريخ الفراعنة ب 69 هدف، من بعده الطاهر أبو زيد 49 هدف. وهذه كرة علي معلول يخسرها، ترجع لفرجاني ساسي. فرجاني علي التناغم والتجانس والتفاعل. فرجاني مرة أخرى لابد من المحافظة على الكرة. علي معلول طويلة، تأمين الدفاعي من علي غزال. ترجع للشيخاوي لمساكني، شيخاوي السلام، ثنائي الذهاب لمنتخب العجم. وهذا لمساكني الفتاك، المساكني والمخالفه ضد احمد فتحي. الثنائي يلعب في الدوري القطري، ام صلال فريق احمد فتحي، والاخويا القطري طبعا فريق يوسف المساكني. عمليه الجلب من القميص واضحه ضد المدافع المصري. كره ثابته لمنتخب تونس. اذا التغيير، حسام غالي يغادر وحسني عبد ربه ياتي بديل حسام غالي، وكانه لا يطبق تعليمات المدرب شوقي غريب كابتن المنتخب المصري لاعب النادي الاهلي. حسني عبد ربه تاريخ كبير مع الكره المصريه، احد ابرز اللاعبين في الثلاثيه التاريخيه للمدرب حسن شحاته والكره المصريه. وهبي الخزري يعطي كره، يا سلام علي معلول، وتسلل في اخر الرهان. ترجع الكرة من جديد لحسني عبد ربه، اللاعب السابق لاهلي دبي الاماراتي. محمد عبد الشافي، عبد الشافي في مكان كان يلعب فيه السيد معوض او احمد جديد قناوي. عبد ربه ترجع له الكرة، والمخالفة ضد وهبي الخزري او ضد حسين الراقد. واجبات دفاعية ممتازة يقوم بها النجم الكبير بالفعل حسين الراقد. انضباط كبير داخل الميدان وخارج الميدان لحسين. المواظب على التشكيله الاساسيه رغم تقدمه في السن نسبيا قريبا 33 عام. حسني عبد ربه ترجع كره لمحمد صلاح. الهجمه المصريه، حازم امام، حازم امام تدخل من بلال المحسني. تبقى الخطوره لمحمد النني، محمد النني على طول لرامي البدوي، تمر لوهبي الخزري. وهبي الخزري بكل برود الدم لأيمن المثلوثي.
الوقت يعدي ببطء لحد الآن. الرامي البدوي يتفرج، ترجع كرة لفخر الدين، الرامي البدوي مرة أخرى، سيام بن يوسف، ضروري إبعاد الخطر لما تكون الكرة في الدفاع التونسي. شريف كرامي يلعب سباق ضد الزمان في هذا المكان. إلى حد الآن المنتخب التونسي متقدم بأجمل أسبقية منذ دقيقة 13. مشاهدينا الكرام، فخر الدين بن يوسف، محمد صلاح مع بلال المحسني، يراوغ صلاح، محمد صلاح يوزع كرة للرامي البدوي اللي يأتي يلعب دوره كثالث قلب دفاع. لما تكون الكرة على يمين الدفاع التونسي، غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة يا حسين يا راقد. حسين في هذه الكرة بصراحة راقد، حتى البلبولي مشاله وعيط عليه. هذه هي يعني عدم المراقبة لحسين الراقد مع اللاعب عمرو جمال، ومرة وعدت. هذا هو حسين، تجاوزته الأحداث بكرة حسني عبد ربه اللي جاء من وراه ولم ينتبه لحسين الراقد، وكل الغضب طبعا للبلبولي والزعل كذلك للشوقي. غريب حسام غالي المغادر كابتن المنتخب المصري. ترجع كرة أخرى لعمرو الجمال أو لخالد أمر، خالد أمر، محمد عبد الشافي، أحمد فتحي، وكرة عكسية يستفيد منها الدفاع التونسي. لابد للدفاع نصر قرطاج العودة للتركيز، كل التركيز لتجنب أسوأ المفاجآت. منتخب مصري لن يقبل بهذه النتيجة على أراضي أمام جمهوره، يريد أن يسجل حضوره بعد خسارة مدوية في ملعب سيدار سانغار في العاصمة السنغالية داكار. التدخل من سيام بن يوسف والمخالفة للمنتخب المصري. بكري قسما يعطي الاذن باللعب، حسني عبد ربه خبره كبيره ومثيره لهذا اللعب. حازم امام مع فخر الدين بن يوسف، الضغط ممتاز من الروج على حمل الكره على يسار الدفاع التونسي، مهم جدا. وانه يعود فخر الدين للمسانده مع علي معلول، كذلك وهاب الخزري مع الرامي البدوي، احمد سعيد اوكا، التدخل منتظر للرامي البدوي، الحكم يعطي ركنية، قرار سليم لأنه البدوي كان آخر من لمس الكرة. لم نفهم لماذا الرامي البدوي أراد أن يغارد الحكم، واضح وأنه هو آخر من لمس الكرة. ما تنعبش بالنار يا رامي يا ديك. كرة طويلة يسارية من محمد عبد الشافي، أوسيان بن يوسف يرتبك ويضع الكرة في الركنية. ياسين الشيخاوي، الدفاع التونسي يمر بفترة حرجة الآن، طبيعي جدا رد الاعتبار من جانب المنتخب المصري في هذا المشوار. أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. أحمد فتحي اللي استلم الشارة من حسام غالي، عبد الشافي، الضغط يقوم به علي معلول، مدافع أيسر في وضعية المدافع الأيمن، مش معقول، يوسع كرة اختراع، لكن الشيخاوي ممتاز في التدرج بالكرة ليوسف المساكني، يتقدم يوسف، يراوغ يوسف، ترجع لياسين، يخليها لوهاب الخزري اللي يكسب ضربة مخالفة ضد أحمد فتحي. تعددت مخالفات أحمد فتحي في وسط الميدان. شوط أول يمكن اعتباره ناجح تكتيكيا من جانب المنتخب التونسي المتقدم في النتيجة في القاهرة بالذات في ملعب الدفاع الجوي بهدف فخر الدين بن يوسف في دقيقة 13. الطاقم الفني للمنتخب المصري يعرف أنه خسارة اليوم أكيد تعجل بعدم حضور المنتخب المصري للمرة الثالثة المتتالية في المغرب 2015. وهاب الخزري، كرة من يوسف المساكني، اللمسة القصيرة من فرجان الساسي ليوسف المساكني، كرة في ظهر الدفاع، فخر الدين، فخر الدين يمهد التصويب، علي معلول، يسارية والركنية التونسية، منظومة رائعة بدأت بالفرجاني الساسي مرورا ليوسف المساكني، فخر الدين في التمهيد والنهاية يسارية علي معلول لولا تدخل لحازم إمام المدافع الأيمن.
جورج ليكانس ينتظر هدف الانفراج، راضي كل الرضا على أداء المنتخب التونسي اللي يرتفع بين الفينة والأخرى. كابتن المنتخب التونسي ياسين الشيخاوي، وهبي الخزري في الركنية، الخزري على مستوى القائم الثاني، المخالفة طبعا ضد سيان بن يوسف لسان الشريف الكرامي، الكرات الثابتة صناعة المنتخب التونسي. الرامي البدوي يلعب دوره كقلب دفاع لما يتقدم سيان بن يوسف. أحمد سعيد أوكا، علي غزان، محمد عبد الشافي، كل اللاعبين التونسيين في الدفاع بما فيهم فخر الدين بن يوسف بما فيهم ياسين الشيخاوي أمام الكرة. حسين الراقد ترجع عكسه، يستفيد منها فخر الدين بن يوسف. فخر الدين والتماس المنتخب التونسي واحدة واحدة. حسين الراقد يبدو أنه عنده إصابة على مستوى الظهر، إن شاء الله السلامات لحسين الراقد. الإطار الطبي التونسي سوف يتدخل. أكيد البديل المنتظر سيكون حسين ناحت، حسين ناطر. الجماهير المصرية خائفة مرتعدة من هذه النتيجة، ليست متفائلة. هذه كرة تونسية تعدي، حازم إمام ممتاز، فرجاني يقاتل على كورتو، حكم يطلب اللعب، ترجع مصرية، محمد عبد الشافي. الوقت الطبيعي انتهى مشاهدينا الكرام، نلعب وقت بدل ضايع، وكرة مخالفة للدفاع التونسي للرامي البدوي. نلعب الوقت بدل الضايع. المنتخب التونسي دائما بأسبقية لفخر الدين بن يوسف. دقيقة وحيدة يتيمة بقرار حكم الساعة بكري قاسم. أكيد عديد الحسابات المراجعة من جانب المدرب شوقي غريب. في المقابل المنتخب التونسي، كيف هي الوصفة الناجحة من جورج ليكانس للمحافظة على هذه النتيجة الباهرة في القاهرة بالذات المنتخب التونسي في نفس هذه المجموعة. طبعا مشاهدينا الكرام، سيستضيف منتخب بوتسوانا في كابورون العاصمة البوتسوانية منتخب السنغال. وفي هذه اللحظة يعلن بكري كاسما على نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب التونسي على المنتخب المصري بهدف لصفر، هدف فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13. لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء عند ضربة بداية الشوط الثاني. أعود بكم الآن إلى الاستوديو من جديد رفقة الزميل محمد سعدون الكواري. شكرا لزميل ضيف بهدف نظيف، نذكركم بالهدف الوحيد في هذه المباراة والذي جاء عند الدقيقة 14 من زمن المباراة عن طريق فخر الدين بن يوسف مسجلا الهدف الأول والوحيد في هذه المباراة لمصلحة المنتخب التونسي. نذكركم بما يحدث بعد أن شاهدنا ردة الفعل والفرحة هناك في تونس بما يحدث أيضا في المباراة الثانية من المجموعة نفسها، المجموعة السابعة، حيث المنتخب المتصدر لهذه المجموعة السنغال الذي يصل إلى النقطة السادسة سجل هدفين في بوتسوانا في ملعب الأخيرة ليؤكد أنه الأقرب ربما لصدارة هذه المجموعة. ذكركم بهدفي هذه المباراة، حيث تقدم منتخب السنغال عن طريق لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 32 من زمن المباراة، ثم تمكن في الشوط الثاني أيضا الدقيقة 84 من تسجيل هدفه الثاني ليكون التقدم مع اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة لمصلحة منتخب السنغال بهدفين نظيفين. مزيد من الحديث عن أبرز ما جاء في الشوط الأول من لقاء مصر تونس مشاهدينا الأعزاء بعد هذا الفاصل. بقوم معظم الناس بيعدوا قبل أي حاجة، واحد، اتنين، تلاتة، بس في ناس ما بتترددش، بيعيشوا اللحظة وبيخلوها تسوى كتير.
علشان كده أنا ما بعيدش، أنا بعيش. هتقولي نلعب، هلعب للصبح، وساعات بتجنن كمان لأن اللي فات ما أقدرش أغيره واللي جاي ما عرفوش. كل اللي في إيدي دلوقتي وبس. يلا نلعب. اهلا بحضراتكم من جديد، طاب مساءكم بكل خير. ونذكركم بان الشوط الاول من لقاء مصر تونس انتهى بتقدم منتخب تونس بهدف نظيف. ابدا معك كابتن نبيل، ربع ساعه اولى مثاليه كانت المنتخب تونس. مثاليه بيتم معي، كانوا هدف ممتاز، معناها تحضير جيد جدا من يوسف المساكني، وفخر الدين من يوسف يسجل. هتشوف تحضير هنا ممتاز جدا، مراوغه ايضا. تحدث عن سرعه اللاعب، ذكاء كبير، سرعه كل اللاعبين اللي موجودين قدام بالنسبه للمنتخب تونس، سواء فخر الدين سواء يوسف المساكني وخاصه ياسين الشيخاوي. هذوما ثلاثه لاعبين اخلقوا كثير الخط الخلفي نتاع المنتخب المصري. علاش محمد؟ لانه اللاعبين هذوما ثلاثه فري تقريبا. فاجانا اللي كانس يعني بتمركز اللاعبين، كنا ننتظر يوسف يكون موجود في الجهه اليسرى، لكن فخر الدين بن يوسف هو اللي كان موجود في الجهه اليسرى. يوسف كراس حربة لكن مش ثابت، خفي. يتأخر إلى خط وسط الميدان، يغير كثير يعني بالمركز متاعه هو ياسين الشيخاوي. ثم تغيير المراكز بين ثلاثة لاعبين ضم ياسين الشيخاوي وفخر الدين بن يوسف ويوسف المساكني كان مهم جدا، أخلقوا كثير، تحركهم كان ممتاز جدا، يعني تعاملهم مع بعضهم. لكن لازم، ولو أنه لاعب كان ممتاز جدا أيضا في هذا الشوط الأول، لكن كان يلعب من غير كرة، هو وهب الخزري. وهب الخزري اللي عاضد كثير خط وسط الميدان، عاضد كثير معنا حسين الراقد فرجاني الساسي اللي كان دائما قريب لهم، كان دائما ضغط على خط وسط الميدان المنتخب المصري. الأهم عامله المنتخب التونسي أنه سجل هدف، وكان هو مسيطر تقريبا في العشرين دقيقة الأولى من هذا الشوط الثاني، ثم بدأ يعني تراجع عادي جدا. ما أظنش أنه مدرب ليكانس قال اللاعبين تراجعوا شوية، إلى لا، لكن تراجع ذهني بعد ما سجلوا هدف، حبوا يحافظوا شوية نوعا ما على النتيجة، وهذا عادي جدا. سامي، سيناريو الأخطاء الدفاعية واختراق عمق دفاع المنتخب المصري يتكرر مرة أخرى بسهولة جدا. نعم بسهولة، تمركز خاطئ لا زال يستمر في المباراة الثانية، خصوصا استمرار أخطاء أوكا، البطء الكبير في هذا. بعطيك النقطة، أوكا حتى كان مهدد بالطرد، أعتقد أنه كان يستحق المفروض أعتقد أنه كان يستحق الكرت الأصفر الثاني يعني. نعم. ويستحق الطرد، ولكن الحكم المباراة في عموما في مصر. المهم نرجع إلى نقطة مهمة جدا في أداء المنتخب المصري، وعلى وجه الخصوص لم تتحسن في المباراة الثانية، وهي خروج الكرة. قبل خروج حسام غالي كان يرجع إلى استلام الكرة، أحمد فتحي يرجع إلى استلام الكرة، لا تلقى حلول أيضا في المنطقة الأمامية. محمد صلاح يحاول يهرب من الرقابة، لكن العمل، يمكن نبيل، كابتن نبيل تكلمت عن جزئية ما تخص هجومية، لكن الأداء الكبير لفخر بن يوسف وأيضا الشيخاوي ويوسف مساكن على مستوى افتكاك الكرة في الدفاع، نشوف الضغط الكبير اللي كان يعمل تونس في منتصف الملعب هو ما عمل السنغال، وهذه نقطة كبيرة. لذلك يعرفون أنه ستستمر بداية الهجمة الخاطئة من منتخب مصر بأكثر من لاعب يستلم الكرة خلف منتصف الملعب، يجب إعطاء الحلول، لكن لا تجد الحلول أنه عند دفاع منتخب مصر جراءة أو الإمكانيات بخروج الكرة من أوكا أو من غزال. لذلك التغيير أيضا اللي أجراه، أنا أعتقد أنه في حالة حتى خروج حسام غالي، يعني السؤال اللي سأله حتى يعني بالنسبة لبداية المباراة كنت مقتنع، إذا يجب أن تستمر، إذا لم تكن مقتنع يجب أن تشرك حسني من بداية. لاحظنا حسني في جزئية معينة بسيطة في دا كان دائما هناك حلول، يستلم الكرة للأمام حتى أنه كان قريب من التسجيل. لذلك كانت تحتاج مصر إلى لاعب زيادة في الأمام وليس لاعب زيادة في الخلف. طيب شاهدنا اللقطات هذه ميدو مرة أخرى هنا بعد خروج حسام غالي، لكن قبل ذلك شاهدنا شوقي غريب في حديث مع حسام غالي في ما كان يبدو بعدم الرضا عن أداء حسام المباراة الثانية على التوالي. هنا الحديث بينه وبين حسام في الدقيقة 23، ثم قد يكون نوع من الحديث بينه وبين أحمد حسن عن أداء حسام غالي، ثم يأتي التغيير في الدقيقة 37. أنا رأيي أن شوقي غريب تدخل بشكل جيد في إخراج حسام غالي في وقت مناسب جدا، حتى أنه ما صبرش عليه لغاية نهاية الشوط الأول. حسني ادانا إضافة أن حسني بيجيد توزيع اللعب افضل من حسام، الكرات الثابته يعني افضل واحد ربما في وبيكمل في ال 18 زي ما شفنا في الفرصه دي. خلينا نقول ان المنتخب المصري بدا بدايه مرتبكه جدا، صحيح. بدايه سيئه جدا، ووضح عليه التاثر بنتيجه مباراه السنغال، وهنا
انا في رايي ان المنتخب المصري لم يتم تجهيزه نفسيا وتحضيره نفسيا بشكل جيد. هذه الفرصه كان ممكن تغير مجرى المباراه. طبعا المباريات الكبيره زي ماتشات مصر وتونس ومصر والمغرب والماتشات الكبيره دايما لازم تستغل الفرص، ولو ما استغلتش الفرص ما فيش فرص كثيره. لكن نرجع ان البدايه السيئه انا في رايي ان هي دفعنا ثمنها بالهدف اللي دخل مرمانا، لكن بعد كده ابتدى منتخب مصر اداءه يتحسن، خاصه بدايه من الفرصه دي في الدقيقه 25. هنا خالد طب تفسيرك لاضاعه هذه الكره انت كمهاجم؟ عدم قله ثقه وليست امكانيات، لان خالد لعيب امكانياته عاليه جدا، لكن بقاله فتره بعيد عن التهديف سواء مع نادي الزمالك او سواء مع المنتخب المصري. قله خبره برضو، قله ثقه وقله خبره. لكن شوقي غريب اتدخل بشكل جيد. اول لما دخل فيه الهدف حول الطريقه من 4 3 3 كان بيلعب بخالد قمر ناحيه الشمال، دخله لعب مهاجم ولعب 4 4 2 الصريحه ومحمد صلاح ناحيه الشمال، لكن جه بعد 5 دقائق راح ناقل محمد صلاح تاني ناحيه اليمين، وهنا عندنا في جبهه ميته اللي هي الجبهه ناحيه الشمال ما فيهاش الا عبد الشافي بس، لان بيلعب بخالد قمر وعمرو جمال ومحمد صلاح ناحيه اليمين وحازم شغال بشكل كويس جدا. لذلك نزول شيكابالا او حمودي مهم جدا في الشوط الثاني، واعتقد هو ده اللي بيفكر فيه الكابتن شوقي غريب. عبد الشافي سامي اعتقد كان من نجوم منتخب مصر في الشوط الاول. هو واحد من العلامات البارزه في منتخب مصر. قال ميدو كلمه مهمه، اول 20 دقيقه مصر ما لعبت كره، اعتقد ان ادائها كان في عشوائيه كبيره في عدم تنظيم في الخطوط، لكن الاداء اللي اذا انت تبغى تسيطر في المباراه مو اضافه عدد كبير في خط الدفاع وفي خط الوسط، لكن التوظيف بالشكل الصحيح. حسني عبد ربه نزوله في وقت يعني في دقيقه 36 شاهدنا انه يستلم كره يتسبب في اخطاء وايضا يصنع لنفسه فرصه كبيره، وهذه ما اعطت ايضا محمد صلاح في الفتره اللي لعب فيها حسني تحرر كثير، انتقل جهه اليمين صار عنده امكانيات اللعب بشكل اكبر. لكن في 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 الشوط الثاني في وجهه نظري يجب ان يتحرر ايضا شوقي غريب من مساله انه الضغط يجب ان يكون اكبر، بانه 4 4 2 يجب تستمر الصريحه في اضافه مهاجم يعني يكون ايضا على امكانيات في امكانيات الفرديه. ميدو يطالب بشيكابالا، انا اعتقد ان شيكابالا شيكابالا اعتقد هو الانسب في عنده خبره كبيره شيكابالا وممكن يقدر يلعب في المساحه الضيقه. ايضا نعرف انه نحتاج الى لاعب اكثر انه يدخل من الشمال لليمين، هو موجوده في شيكابالا. كابتن نبيل من نجوم الشوط الاول مساكني والشيخاوي، وميدو تحدث عن اهميه هذه النوعيه من اللاعبين عندما تلعب خارج ملعبك في امتلاك الكره في المهاره في التمرير الدقيق، وهذا ما شاهدناه من الاثنين اعتقد الشوط الاول. هم اللي حكموا في الشوط الاول يعني في التنشيط الهجومي بتاع المنتخب التونسي او التنشيط الدفاعي ايضا بالبريس العالي اللي عملوه مع فخر الدين بن يوسف مع وهبي الخزري ما خلوش المنتخب المصري. ثم يعني كان ذكاء كبير من ليكانس اولا في اختيار تمركز اللاعبين، يعني فخر الدين بن يوسف والحريه اللي اعطاها يوسف المساكني باش يكون موجود كراس حربه غير ثابت، لانه يوسف المساكني بتمركزه ارهق كثير خط وسط ميدان المنتخب المصري، كان دائما يجي وراء لاعبي الارتكاز وكان وراء الهدف الاول بالضبط، كان وراء كل الهجمات الخطيره نتاع المنتخب التونسي. نفس الشيء بالنسبه لياسين الشيخاوي، يعني كانوا فري اللاعبين الاثنين في التحول من خط وسط الميدان للجهه اليمنى للجهه اليسرى، ايضا تراهم موجودين كجناحين، تراهم موجودين الاثنين كرؤوس حربه. ثم بعد ما تلقينا الهدف يعني منطقه افتكاك الكره تغيرت بالنسبه للمنتخب التونسي، المنتخب التونسي تاخر شويه نوعا ما ولا يترقب في المنتخب المصري في نصف ملعبه، يعني في مناطقه تقريبا بعد هذا امر منطقي فرضت نتيجه المباراة. بالضبط نتيجه المباراه هي المفروض، وما اظنش انه المدرب هو اللي يطلب من اللاعبين، لكن المنتخب التونسي معناه احنا ركزتوا شويه على المنتخب المصري انه كان سيء، لكن المنتخب التونسي كان جيد جدا وقدم ممتاز جدا، وهو اللي اجبر المنتخب المصري باش يظهر بهالاداء هذه، اولا بالبريس اللي كان معمول على حمل الكره، ثانيا بالهجمات السريعه في التنقل من النزعه الدفاعيه للنزعه الهجوميه باقصى سرعه ممكنه لما يكونوا عندك لاعبين سريعين جدا مثل الشيخاوي مثل يوسف المساكني والخزري وايضا فخر الدين بن يوسف. ثم ما نساوش الشغل الكبير اللي قاعدين يقدم فيه اليوم اللي مردوده افضل بكثير من المباراه الاولى، اللي هو حسين الراقد اللي كان عامل توازن في خط وسط الميدان. ايضا ما ننساوش انه اختيار رامي البدوي كظهير ايمن اليوم ما شاهدناش تقريبا فات
منطقة خط وسط الملعب، وهذا اللي يقول شيء يقولته قبل المباراة، لأنه لاعب محور دفاع ومهمته الدفاعية كانت مهمة جدا في محاصرة المهاجمين تاع المنتخب المصري. يحسب حساب أكثر محمد صلاح، لذلك هو اختياره كان بالضبط الاختيار كان صحيح، لأنه المنطقة الجهات اليسار في المنتخب المصري قوية بوجود محمد صلاح، فأعتقد برضو أيضا وجود إنه محمد صلاح حسب هذا الضغط وانتقل جهة راح الجهة اليمنى. نعم أنا في رأي محمد إن أسمع رأيك فضل. لكن بعد إذنك كابتن ميدو بعد هذا الفاصل مشاهدين الأعزاء تكونوا بقى معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. ميدو أستمع لرأيك، لكن أيضا أريد رأيك في أننا شاهدنا في الدقائق الأولى منتخب تونس يدخل تقريبا في رغبة في الفوز وليس فقط في عدم تلقي أهدافه ويلعب في مصر. منتخب التونسي بيحاول أنه يستغل الهزة النفسية اللي موجودة عند المنتخب المصري بسبب نتيجة المباراة السابقة، وده ذكاء من المدرب أنه بدأ المباراة برتم عالي والضغط على لعيب المنتخب المصري مستغل هذه النقطة. لازم في الشوط الثاني محمد ينزل يطلع النني وينزل يا شيكابالا يا حمودي، ونبقى بنلعب 4 4 2 الصريحه، ونلعب بحسن وفتح بس في نص الملعب، وبعد ربع ساعه او ثلث ساعه ينزل كوكا مكان خالد قمر، لان اللعب ب 4 4 2 الصريحه بيتطلب مجهود كبير جدا من الاثنين لعيبه نص الملعب. مهم جدا في الشوط الثاني المنتخب تخفي ذلك خطوره من الجانب الدفاعي بحريه اكبر ستكون للمساكني والشيخاوي، بس لازم تاخد مجازفه، لازم تكون مجازفه، لان خسارتك في مباراه اليوم معناه خروجك من التصفيات. لازم يكون في تعليمات للباك العكسي او المدافع العكسي بان هو يقف، ما يبقاش الاثنين بيهاجموا مع بعض، لان لو شفنا الهدف اللي احرزه منتخب تونس مع كل احترامي عبد الشافي بعيد قوي عن قلب الدفاع، كره ناحيه اليمين وعبد الشافي المسافه بينه وما بين اوكا اكتر من 40 متر، فلازم يبقى فيه تعليمات للاثنين لعيبه اللي ارتكاز اللي على الدايره بان هم يقفوا كويس، والباك العكسي ان هو يقف مع انطلاق الباك ناحيه الكره بشكل جيد. توقع كابتن لي طريقه لعب تغييرات تونس في الشوط الثاني هذه المباراه؟ طبعا المنتخب التونسي مش يحاول معناها يحافظ على النتيجة. مقاطعنا للشوط الثاني علي محمد عاير وفنا خليفة إلى هنا. بدأ مشاهدينا الكرام نعود بكم من جديد إلى ملعب المباراة، ملعب الدفاع الجوي لمتابعة أطوار الشوط الثاني بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي. النتيجة 1-0، هدف فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13 لنصر قرطاج. لكل من يتابع الآن دقيقة و18 ثانية منذ بداية الشوط الثاني، هذه الركنية للمنتخب التونسي بأقدام وهبي الخزري. يوزع وهبي خطيرة، خروج غير موفق للشريف الكرامي. يرجع التماس للمنتخب التونسي بتدخل من بلال المحصني قلب دفاع غلاسكو رانجرز. المنتخب التونسي خطير جدا على مستوى الكرات الثابته مثل ما عودنا من سنين وسنين. نستعرض تشكيلتي المنتخبين بالنسبه لمنتخب تونس: ايمن المثلوثي في حراسه المرمى، يمين الدفاع رامي البدوي، على اليسار علي معلول، ثنائي محور الدفاع صيام بن يوسف وبلال المحصني. لاعبا الارتكاز حسين الراقد وفرجاني ساسي، ثلاثي وسط الميدان الهجوم ياسين الشيخاوي وهبي الخزري ويوسف المساكني، والمهاجم الفذ فخر الدين بن يوسف. تشكيلة المنتخب المصري: حراسة المرمى للشريف الكرامي، على اليمين في الدفاع عازم امام، على اليسار محمد عبد الشافي، في محور الدفاع احمد سعيد اوكا وعلي غزال، في وسط الميدان محمد النني، حسام غالي اللي ترك مكانه لحسني عبد ربو، احمد فتحي، خالد امر، عمرو جمال ومحمد صناع. هذه تشكيله منتخب شوقي غريب. اذا المجموعه السابعه مشاهدينا الكرام، انتصار مدوي كذلك للسنغال في كاميرون بالذات على حساب بوتسوانا في الشوط الاول بهدفين لصفر. الوضعيه الحاليه لهذه المجموعه السابعه تعطي 6 نقاط لتونس، 6 نقاط للسنغال، ولا نقطه لمصر ولا نقطه لبوتسوانا. شيخاوي يخسر الكره في وسط الميدان، حسني عبد ربو، تامين دفاعي ممتاز من بلال المحسني، ترجع لمحمد النني، تغطيه من علي معلول، التامين الدفاعي من فخر الدين بن يوسف، فرجاني ساسي، هنالك مخالفه الحكم يقررها بتاخر نسبي، ما
بكري كسم الدوري الغامبي. هذه هي اللقطة بتدخل قوي من حسني عبد ربه على الفرجاني السازي. شوقي غريب بتعليماته التكتيكية إلى حد الآن لم ينجح في مغالطة الكتيبة التونسية. لليمين الرمي لوعبي الخزري، ترجع له الكرة، وعبي المخالفة لصالح النسور. النسور يحلقون، النسور الليلة نجوم ثوية في سماء الكرة المصرية بثوابت تكتيكية بلياقة بدنية بأقدام فنية. أولها المساكني إلى جانب وعبي الخزري، فقرة بن يوسف ياسين الشيخاوي، المخالفة فخر الدين ياسين الشيخاوي، بلال المحسن وسيم بن يوسف، رباعي النار للمنتخب التونسي من أجل أجمل مشوار وإعادة سيناريو الشوط الأول. وعبي الخزري يوزع بالراس، بلال، بلال المحسني، برج المراقبة للدفاع التونسي كان وراء هذه الكرة الرأسية من وعبي الخزري. المخالفة منتخب مصري بعيد كل البعد عن التألق والإبداع بحكم القوة التكتيكية الرهيبة للمنتخب التونسي. سيام بن يوسف باتجاه فخر الدين بن يوسف، الضغط العالي على أحمد سعيد أوكا للشريف إكرامي. إكرامي على الدول في التماس، حالة من الارتباك واضحة على حارس النادي الأهلي، يلعب ضد منتخب تونسي واثق في كل إمكانياته. ترجع كرة للسيام بن يوسف مع عمرو جمال، كرة في الظهر علي معلول لحازم إمام، بعيد عليه بعيد عليه الدفاع التونسي براحته. إلى حد الآن خمسة دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد على مستوى النتيجة. أسبقية تونسية بأقدام صفاقسية لفخر الدين بن يوسف، الثلاثي الذهبي للنادي الرياضي صفاقسي، علي معلول، فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف. ومخالفة أخرى ضد حسني عبد ربه لصالح فرجاني ساسي. فرجاني ساسي من مواليد مارس 92، أحد أبرز الوجوه الكروية الصاعدة في سماء الكرة التونسية، عليه طلبات كثيرة من الأندية الأوروبية بعد تألق كبير على مستوى نادي الرياضي صفاقسي. للفرجاني ساسي كذلك فخر الدين بن يوسف، مطلوب من العديد من الأندية، أكيد ننتظر هجرة كبيرة لأبرز نجومنا مع تقدمنا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. علي معلول، ياسين الشيخاوي، يوسف فخر الدين بن يوسف، ما تعديش كورتو والتماس يبقى للمنتخب التونسي. حركية كبيرة ديناميكية لفخر الدين بن يوسف، متألق هجوميا صامت دفاعيا. فخر الدين، معلول، شيخاوي، يعدي الشيخاوي، فرجاني ساسي، شيخاوي، كرة قصيرة ممتازة وفوا خاطلة من اللاعب قلب الدفاع علي غزال. ركنية للمنتخب التونسي اللي لازم يستغل حالة من الارتباك داخل الدفاع المصري. ثلاثة أهداف اقبل على الدفاع المصري في محور الدفاع بنفس النسخة الكربونية لمباراة السنغال في ملعب سيدار سانجار. أحمد سعيد أوكا يخرج الكرة في الركنية، وعبي الخزري، الخزري يوزع، والشريف إكرامي ممتاز أمام فرجاني ساسي. إكرامي يريد استغلال عدم الإعادة السريعة للدفاع التونسي. رامي البدوي مباشرة للشريف إكرامي. المنتخب التونسي طبعا مشاهدينا الكرام شارك 15 مرة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، فاز باللقب الإفريقي سنة 2004، جاء في المرتبة الثانية في نهائي 1965 ونهائي 1996 في جنوب أفريقيا، جاء ثالثا في نهائي سنة 1962 وأحرز لقب الشان سنة 2011 في السودان. ترجع الكرة، حسني عبد ربه لمحمد النني، لليمين حازم إمام، على طول محمد صلاح،
محمد صلاح لمحل عمرو جمال، عمرو جمال يمر ويعدي، والدفاع التونسي بصعوبة. فرجان الساسي يخرج كرة براحة كبيرة لوهاب الخزري في هجوم عكس. وهاب الخزري محترف بوردو، يغير لليسار، صعبة الكرة على المساكني، يستفيد منها أحمد فتحي، يرجع لهجوم المنتخب المصري، لكن الضغط الرائع من علي معلول، المساكني على اليسار، يعلي يعلي، وين الكرة يجي؟ المساكني علي اليوسف، يوسف المساكني يوزع، والمقصيه لفخر الدين بن يوسف لم تكن مثاليه. لا يمر في هذه الكره، خالد امر يكسب المخالفه، ياسين الشيخاوي يرجع كثره ارتكاز الى جانب فرجان الساسي وحسين الراقد في الوضعيه الدفاعيه للمنتخب التونسي. نذكر بالنتيجة مشاهدينا الكرام، هدف لصفر المنتخب التونسي. يوسف رائع في افتكاك الكرة، لكن يرجع له في النهاية الدفاع المصري. طويلة من أحمد سعيد أوكا، كرة بدون عنوان خارج الميدان، كرة تترجم معاناة المنتخب المصري على المستوى التكتيكي مع المنتخب التونسي. بعد 10 دقائق من مرور الشوط الثاني، سرعة المهاجم عمرو جمال لم تفاجأ الدفاع التونسي. اختراق من عمرو جمال، لكن وجد امامه كل الدفاع التونسي بقيادة بلال المحسني. فخر الدين للشيخاوي، ممتاز الشيخاوي، يتقدم هجوم عكس، شيخاوي عدى، فخر الدين، ضربة جزاء، ضربة جزاء، لا مش معقول، غير معقول بالمرة. بكاريكا السماء تفضوا، اقتعدوا على الامانه التونسيه بركله جزاء لفخر الدين بن يوسف، غير مقبول مش معقول. يا بكاريكا السماء حرام عليك، والله حرام عليك. سنرجع للاعاده، في الاعاده افاده، فخر الدين بن يوسف يراوغ الشريف الكرامي، الحكم خلاله مبدا اتاحه الفرصه ولم يعطيه ضربه جزاء. بصراحة الحكم الغنبي احسب الف حساب وسينتظره العقاب بكل تأكيد. المنتخب المصري الان يأتي للتغييرات، خروج لخالد امر في هذه اللحظات ووصول احمد حسن كوكا. اكيد خالد امر تأثر بإضاعته لفرصة التعادل. كرة لأحمد فتحي بمخالفة للمنتخب المصري، قد تغير هذه الفرصة لفخر الدين بن يوسف بقرار تحكيمي ظالم. مسار هذه الكلاسيكو، كرة في الدفاع، بلال المحسني، وعب الخزري، الخزري مع أحمد فتحي كابتن المنتخب بعد خروج حسام غالي. بكل أمانة نقول هذا الكلام بدون أدنى انحياز، ضربة جزاء واضحة للمنتخب التونسي، تغافل عنها الحكم بكاريكا السماء. حتى الإعادة لم تأتي لحد الآن لتأكيد هذا الكلام. حازم إمام يمين الدفاع للمنتخب المصري، يعدي على اليمين محمد صلاح، بعيد كل البعد عن نجومته في نادي تشيلسي. تفتك الكرة من يوسف المساكني، شيخاوي، حكم يطلب اللعب، علي غزال لحسني عبد ربو، تحركات مصريه على يسار الدفاع التونسي. محمد صلاح مره اخرى لليمين، حازم امام، حازم امام، التمايد، تصويب من حسني عبد ربو من يسار، ولكن وينه؟ وينه فرجان الساسي؟ وينه حسين الراقد؟ الكره الثانيه هذه من المفروض ان التغطيه يقوم بها ثنائي الارتكاز، يعني حسين وصل متأخر ولم تأتي التغطية، وعدت بسلام على البلبولي حسني عبد ربه القادم من بعيد. أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب التونسي طبعا عصام جمعة، 36 هدف من 78 مباراة، فرانسيليدو دو سانتوس سيلفا 22 هدف من 41 مباراة،
في المرتبة الثالثة عادل السلمي مع 20 هدف من 79 مباراة. الرابع عز الدين شقرون النجم الكبير للسكاك الحديد الصفاقسي والمنتخب التونسي 19 هدف من 42 مباراة. والخامس فوزي رويسي نجم النادي الافريقي ب 18 هدف في 56 مباراة. ترجع كرة للرامي البدوي. المنتخب التونسي يبحث عن الضربة القاضية للنوك داون للقضاء النهائي لأحلام الفراعنة في العودة لهذه المباراة. هذه الكرة من ياسين الشيخاوي لفقرة بن يوسف. هنا يراوغ الشريف كرامي وتقع عرقلته والحكم يلعب يقول ألعب. لم يبقى إلا الأعمى الذي لم يشاهد هذه الإعاقة من الشريف كرامي لفقرة بن يوسف. ترجع كرة لمحمد عبد الشافي. حركية وسط الميدان المنتخب المصري. كرة في ظهر الدفاع بلال المحسني. فنيات رائعة فرجاني ساسي في الاستلام. الربط بين الدفاع والهجوم مهمة للفرجاني ساسي كذلك اللي حسين الراقد. ياسين الشيخاوي في موقع بيفو في موقع لاعب ارتكاز يوسف المساكني. كرة ممتازة باتجاه فخر الدين بن يوسف على اليمين. بن يوسف صاحب الهدف الوحيد. إيماد كرة خطيرة يعدي المساكني باليسار والشريف كرامي في أصعب مشوار. المنتخب التونسي قادر على مضاعفة النتيجة بفنياته بنجاحه التكتيكي. سيان بن يوسف بكل ثقة في النفس على طول. تمويه من فخر الدين بن يوسف باتجاه الشيخاوي لم ينجح لكن استماتة الروج خرج الكرة في التماس. يوسف المساكني عدى أمام علي غزال لولا الشريف كرامي. ترجع لوهاب الخزري والتدخل الأخير من الدفاع محمد النني. متوسط ميدان بازل السويسري. الجماهير المصرية لا تريد خسارة ثانية بطعم المرارة لكن ليست كل المطالب بالتمني. ترجع الكرة من الدفاع المصري في نصف ساعة لعب للنهاية. والابداع التونسي في ملعب الدفاع الجوي بهدف للصفر هدف لفخر الدين بن يوسف. حازم امام يفتك من الكرة ياسين الشيخاوي اللي حاول المرور بسرعة كبيرة امام احمد فتحي لكن ما عدش. شوقي غريب بدون حلول تكتيكية. احمد حسن يتعجب. اكيد احمد حسن يعرف المنتخب التونسي وانه من اصعب المنتخبات الافريقية مناورات في الأجواء القارية. ترجع كرة على طول اللي بلال المحسني. أحمد فتحي حازم إمام تأمين دفاعي من علي معلول. التذكير بالنتيجة فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13 هو المسجل الوحيد في هذه المباراة. إذا بقيت النتيجة لحالها انتصار ذهبي مهم وتاريخي كبير. منذ 2002 آخر مباراة رسمية بين مصر وتونس كانت لصالح مصر في مالي بهدف حازم إمام. لكن اليوم هذه الليلة وش الليلة بهدف إلى حد الآن لفخر الدين بن يوسف. مخالفة لمحمد عبد الشافي يلعبها حسين عبد ربو. ترجع له بسرعة من محمد النني. عبد ربو كرة بالتليفون. مخالفة ضد سيان بن يوسف لصالح كوكا. أحمد سعيد كوكا كرة ثابتة باتجاه حسني عبد ربو. كل اللاعبين التونسيين في الميعاد لهذه الكرة الثابتة فخر الدين بن يوسف الشيخاوي. والبقية إلا مجال لاستسهال هذه الكرات العرضية. كرة من حسني عبد ربو. تأمين دفاعي من رامي البدوي. ترجع لأحمد فتحي لليمين حازم إمام. حازم إمام يعدي أمام فرجاني ساسي. ترجع من علي معلول طويلة من الفرجاني المطالب بأكثر سرعة. ما يمكنش المشي في مثل هذه المباريات يا فرجاني. لابد من الركض والجري.
نعرف اللاعبين ما نسميه بلغة الكرة دوزاج، التقصيد في المجهود لكن ليست في المواقف الدفاعية. الرامي البدوي بتغطية مع محمد صلاح نجم لبلوزة تشيلسي، سيم بن يوسف صخرة الدفاع التونسي إلى حضران، مخالفة ضد فرجانيسيس، ترجع الكرة من حسني عبد ربو في 64 دقيقة لعب. دائما صمود تونسي في القاهرة، الدفاع لا ملام عليه لحد الآن ناجح 100%. حازم إمام، أحمد فتحي، أحمد فتحي تصدم الكرة بعلي معلول، ترجع ليوسف المساكني، واحدة واحدة والمباد في سيدي الهاني، كرة رائعة باتجاه بحر الدين بن يوسف، والشريف الكرامي يلعب دور الليبيرو على طريقة ماريو النهر، حارس الناسيونال ماينشافت محمد عبد الشافي، كرة في وسط الميدان، ومحمد النني كرة بعيدة تغضب الجماهير المصرية باتجاه حازم إمام. ليس من السهل طبعا تعويض لاعبين بقيمة محمد بركات، بقيمة شادي محمد، بقيمة أحمد الصيد، بقيمة محمد أبو تريكا، بقيمة عماد متعب، القائمة طويلة. صعيد معوض أكيد المنتخب المصري الآن في وضعية انتقالية، منتخب التونسي هي الميزة الكبيرة في تاريخ الكرة التونسية باختلاف الأجيال، الصعوبات للمنتخبات المنافسة على مستوى التكتيكات، وهذه كرة رائعة للرامي البدوي وبعيد على الرامي اللي يرجع بسرعة للدفاع. الرامي البدوي الواعد الكبير للكرة التونسية على مستوى الدفاع، مدافع عصري جدا، يدخل اللاعب على يمين الدفاع في محور الدفاع، شكر في الدفاع الرامي البدوي المتحدي. جماهير يعني قلق واضح، خوف كبير يعرف المنتخب التونسي، بلغتنا احنا التونسية نقول منتخب واعر يعني شرس، أكد هذا إلى حد الآن. شوف القيمة الكبيرة كذلك لبلال المحسني، شيخاوي، فرجاني، فرجاني، شيخاوي يتفوق عليه أحمد فتحي، لكن مواصلة دفاعية لعلي معلول، استلام لفرجاني ساسي، تغيير ناجح على مستوى وسط الدفاع للرامي البدوي. البدوي، فخر الدين بن يوسف يلعب الخزري، والهجوم المعاكس، وفخر الدين جول، فيها جول، فيها جول، لا يا تصويب، والحكم يتابع الراقد، وهذا اخر فرجاني. عاصفة تونسية، تسونامي من نسور قرطاج، ولم يأتي الانفراج، فخر الدين يتلاعب بالجميع وجه لوجه مع الشريف الكرامي، يضيع فرصة الهدف الثاني ولم يترك المنتخب المصري يعاني. اي 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 اش الليلة يا نصور، اش الليلة، الهدف الثاني هو هدف كل الاماني، لم يأتي لحد الان. تويلا، ياسين الشيخاوي بالراس، مرتدة من الدفاع، مخالفة ضد ياسين الشيخاوي لصالح الدفاع المصري. بكاري قسمة يطلب عودة الكرة لموقعها، شوقي غريب بدون حلول تكتيكية، شيكابالا نجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي يأتي الآن كبديل في ورقة أخرى يلعبها الشوقي غريب على حساب من سيكون، ربما عمرو جمال، عمرو جمال قد يغادر. يوسف المساكني كذلك يغادر الميدان بقرار المدرب جورج ليكنز بعد مباراة كبيرة للنمس. يوسف المساكني عودة واحدة واحدة إلى كامل الصولات والجولات، والوصول لصابر خليفة اللاعب المعار من أولمبيك مارسيليا للنادي الإفريقي. هنالك إصابة، الحكم يطلب الإسعاف بسرعة، يبدو أن هنالك اعتداء
يبدو أن هنالك اعتداء من اللاعب الاحتياطي رقم 18 طبعا أحمد حسن كوكا. مجاني شوف رائع جدا حسني عبد ربه كما عودنا، أخوية كبيرة بين النجوم التونسية والمصرية عبر التاريخ، لا نريدها أن تأتي من جديد بهذه الطريقة. الرامي البدوي هو الذي تعرض لهذا الاعتداء، سنرجع في لقطة الإعادة لأنه في الإعادة إفادة. أحمد سعيد كوكا رقم 18 الاحتياطي هو الذي تدخل على الرامي البدوي، ولكن نحيي وننوه بصراحة للمجهودات الكبيرة للنجم الكبير حسني عبد ربه الذي كان وراء هذه التهدئة بخبرته بأخلاقه بنجوميته، من أفضل ما أنجبت الكرة المصرية بكل تأكيد حسني عبد ربه. على كل إن شاء الله السلامات لرامي البدوي. هذه الإعادة وهذا التدخل يا أحمد سعيد كوكا. يعني هنالك المرفق الأيسر لم يرحم رامي البدوي. على كل رامي الآن في وضعية الإسعاف، أكيد وأنه حمزة المثلوثي سيقوم بالعمليات الإحمائية. التذكير بالهدف الوحيد للمباراة بتوقيع فخر الدين بن يوسف. 70 دقيقة لعب إلى حد الآن، المنتخب التونسي طبعا هنا لا يمكن أن نقول إلا زغردو ينسى وفرحوا يا رجال بانتصار على العال إلى حد الآن في القاهرة بالذات في أصعب الأوقات. جماهير النسور كالعادة حاضرة في كل المواقع، والجماهير المصرية لم تفقد الأمل في نجومها الكروية في استاد الدفاع الجوي إلى حد الآن. منتخب تونس بأجمل الرهان، أقل من 20 دقيقة لعب. مشاهدينا الكرام، التعديل لمصر أم التأكيد لتونس، هذا هو السيناريو. بن يوسف تدرج رائع بالكرة، فرجاني ساسي، فرجاني ساسي طبعا عائلة ساسي بالموهوب كذلك مصعب ساسي. شوف الاستيمات الرائعة من صبر خليفة، واللي يتعرض للإصابة صابر يصبر على هذا الألم بتدخل لعلي غزال. ثم بمساندة من أحمد سعيد أوكا، ركنية للنسور. إلى حد الآن خروج لمحمد النني لاعب باسل السويسري، لاعب الارتكاز، دخول لمحمد شيكابالا النجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، يأخذ مكان أحد لاعبي الارتكاز محمد النني. أمامنا محمد عبد الشافي المدافع الأيسر لنادي الزمالك. التوزيع من وهبي الخزري، الخزري كرة طويلة بعيدة على فخر الدين بن يوسف، يسترجعها وهبي الخزري، كرة بعيدة، كرة بعيدة، بلال المحسني يتابع فيه حازم إمام. ترجع الكرة لعلي معلول، بلال المحسني الإضافة الكبيرة في محور دفاع نصر قرطاج. شيكابالا أمام علي معلول في التماس المنتخب التونسي. منتخب مصر يعاني من دفاعه، علي معلول طويلة لياسين الشيخاوي والركنية للمنتخب التونسي بعد رأسية علي غزال أمام ياسين الشيخاوي. جورج ليكانس، غازي الغرايري، حاتم المساوي، الطريق المؤدية إلى 6 نقاط إلى العلامة الكاملة هي عبر ملعب الدفاع الجوي. وهبي الخزري الذي لم يكمل المباراة في لقاء بوتسوانا، صابر خليفة موجود على مستوى القائم الأول. الخزري، الخزري يوزع في القائم الثاني لبلال المحسني. لا واضح، واضح تدخل غير شرعي من نسيم بن يوسف على الشريف كرامي. أكيد المنتخب المصري نقول ارحموا عزيز قوم ذل، لا يمكن لمنتخب فاز بنهائيات كأس أفريقيا للأمم 3 مرات متتالية وهو رقم تاريخي عالمي أنه كذلك لا يحضر لثلاث دورات متتالية
في نهائيات كأس أفريقيا للأمم. ياسين الشيخاوي يمر أمام أحمد فتحي، الشيخاوي والمخالفة بتدخل والورقة في وجه أحمد فتحي للنقاش الذي ليست ورقه فائدة. كابتن المنتخب المصري أحمد فتحي لاعب أم سلال القطري ينال الورقة الصفراء من بكري قاسمة، واصطدام الرأس كذلك ياسين الشيخاوي بعلي غزال قلب الدفاع للمنتخب المصري. توتر واضح على نجوم الكرة المصرية، أكيد خسارة ثانية لا يقبلها أي لاعب أو عاشق للكرة المصرية، لكن هذه هي أحكام الكرة. تعدي الكرة، فخر الدين بريوسف يرجع للورع، علي معلول محاولة جلب المنتخب المصري من مناطق الدفاعية، بلال المحسني بعيد عن السابر خليفة يستلمها الشريف كرامي، لكن اليوم المنتخب التونسي واضح وأنه جاهز بدنيا لأنه إعادة التمركز الدفاعي ممتازة من جانب الفرجاني ومن جانب حسين إلى جانب ياسين. تمشي الكرة عمرو جمال، حسني عبد ربو يرجع فخر الدين للمواقع الدفاعية، شيكابالا وتعدي الكرة بلال المحسني والتماس أفضل الحلول للنصر. الوقت يمر مشاهدينا الكرام، ربع ساعة لنهاية المباراة، انتصار كبير يمسك به المنتخب التونسي لحد الآن في القاهرة بالذات أمام الفراعنة بهدف فخر الدين بن يوسف منذ دقيقة 13. شيكابالا كرة طويلة، المحسني عكسية والبلبولي بلبل الدفاع أيمن المثلوثي تعدي وعبي الخزري يمر والكرة ما مرتش. محمد صالح في الاستلام مع محمد عبد الشافي، عبد الشافي محمد صالح نجمة تشيلسي يمر للسرعة، لكن كرة طويلة استلام من سيام بن يوسف، صمود كبير للنصور إلى حد الآن. أحمد فتحي مخالفة ضد فرجاني ساسي، الكرة الثابتة للمنتخب المصري، الحذر مطلوب من نصور قرطاج في الدفاع، هذا هو فرجاني ساسي. استلام مشعل بين حسني عبد ربو القريب من التقاعد وفرجاني ساسي في بداية المشوار. بكاري قاسمة ينتظر طبعا يرجع الكرة إلى موقعها، غير راضي على تمركز الكرة من حسني عبد ربو ويرجع بها لمكانه. إذن الكرة ثابتة، حسني عبد ربو حيرة كبيرة من الجانب المصري، كيف هو السبيل لاختراق دفاع النصور؟ كرة لأحمد سعيد أوكا وكرة ضعيفة تترجم معاناة الفراعنة في هذه الليلة، الليلة من ألف ليلة وليلة في حسابات نصور قرطاج. مع النصور يا ولدي لا تلف ولا تدور، بحسن التكتيك بقوة التكنيك لنجوم تونس أكيد الطريق معبدة باتجاه المغرب 2015 يناير القادم. أيمن المثلوثي كرة طويلة، الشيخاوي صابر خليفة يعدي صابر وصابر يوزع، ولكن كرة لا تصل لفخر الدين بن يوسف، ترجع عكسها أحمد فتحي. شيكابالا أمامه مساحة كبيرة في اتجاه علي معلول، شيكابالا يريد المرور والعبور، شيكابالا يوزع كرة خطيرة في القائم الثاني، وأيمن المثلوثي بقراءة ممتازة كرة محمد صلاح نجم بلوزة تشيلسي. عبد الشافي يعدي مع أبو الخزري، يرجع المنتخب المصري للسيطرة الميدانية حاليا، أحمد فتحي مع ياسين الشيخاوي لا مجال لتركه إلى الأمام. المخالفة ضد رامي البدوي، أحمد سعيد كوكا، حسين الراقد في مكان المخالفة، كرة خطيرة على الدفاع التونسي، كرة ثابتة أمامها حسني عبد ربو، القامات الفارعة التونسية موجودة، فخر الدين بن يوسف، رامي البدوي، بلال المحسني، حسين الراقد، ما
من مباراة لأخرى. حسين يتألق، فرجاني يبدع، والدفاع في القعم الثاني. فخر الدين بن يوسف يلعب دور الدفاع، وعادت الفرصة على المنتخب المصري. حازم إمام، محمد صلاح، كل الدفاع التونسي موجود في منطقة الجزاء. يراوغ أحمد فتحي، يتقدم مع علي معلول. الدفاع مستميت إلى حد الآن. ترجع الكرة للمنتخب المصري في توقيت 78 دقيقة لعب. محمد شيكابالا يدور، يلف ويوزع، كرة بعيدة، وبالخزري بذكاء كبير يعطي كرة للصابر خليفة. هجوم عكس المنتخب التونسي. صابر يتقدم على اليمين، صابر يمر وسريع على الهجوم، وبالخزري. فخر الدين على اليسار يراوغ، والمخالفة. كرة ثابتة للنصر، وإمكانية هدف ثاني لتأكيد العبور. تدخل علي غزال مع وهبي الخزري، يستحق الانذار، والمخالفة للمنتخب التونسي. ذكاء كبير من وهبي الخزري، الدفاع بحسن عبد ربه. بكري قسمها، يقدر المسافة. وهبي الخزري هل يأتي بالنسخة الكربونية لمباراة بوتسوانا في الجولة الافتتاحية؟ وهبي الخزري صاحب الاختصاص بامتياز. جدار دفاعي مصري بخمسة لاعبين قدم: الشيكابالا، عمرو جمال، أحمد سعيد كوكا، أحمد سعيد أوكا، وعلي غزال. معهم فرجاني ساسي وياسين الشيخاوي لحجب الرؤية على شريف كرامي. علي معلول، كرة رائعة والأروع كان كذلك الشريف كرامي. الحكم بكري قسماي وجه انذار لفخر الدين بن يوسف لإعاقته للحارس الشريف إكرامي. ترجع الكرة من جديد لحسني عبد ربه. أحمد سعيد أوكا، انذار إذن لفخر الدين بن يوسف من جانب المنتخب التونسي. شوف هذه هي قوة المنتخب التونسي، الضغط العالي على حامل الكرة في أي مكان من الملعب. رغم تقدمنا في الوقت 80 دقيقة لعب، 10 دقائق للنهاية. انتصار مفتاح نجاح في هذه المجموعة السابعة للمنتخب التونسي. ترجع كرة طويلة للسيام بن يوسف، التأمين الدفاعي حسين الراقد، لكن تقطع له. ترجع لمحمد عبد الشافي من أفضل اللاعبين من الجانب المصري، المدافع الأيسر لنادي الزمالك محمد عبد الشافي. ما يعديش مع الصبر خليفه بالقوه البدنيه الممتازه. الهجوم المعاكس، ياسين الشيخاوي، فرجاني ساسي، اسراع في خروج الكره. فرجاني يرجع بثبات لحسين الراقد. حسين لياسين، كرات جميله للكره التونسيه. فرجاني ساسي يتعدى ومعاه شيكابالا يقاتل. يا سلام عليك يا فرجاني، يا فنان يا فرجاني لتحقيق الاماني. هذا فخر الدين وعلي معلول وفخر الدين، والكره وين؟ وبكري قسما يطلب اللعب، يرجع الهجوم وعكس المنتخب المصري. تولعت المباراه، النار نار مع نهايه المشوار. 9 دقائق للنهايه وتحتفظ بكامل الاسرار. التأكيد لتونس أو التعديل لمصر. محمد صلاح، أحمد سعيد أوكا، ما يعديش مع بلال المحسني، ما تمشيش. ترجع كرة أخرى دائما أحمد فتحي. شيكابالا، الضغط العالي الأحمر المصري متواصل. شيكابالا على اليسار يعدي كرة، والتوزيع والتدخل من بلال المحسني. برج المراقبة، سك الأمان لدفاع المنتخب التونسي. فرجاني ساسي مع ياسين الشيخاوي يعدي له الكرة. ياسين عنده السرعة الفائقة مع نهاية المباراة، وهذا الشيخاوي يتقدم يطلب الكرة. صابر خليفة لكنه في موقف تسلل، ما يعديش ياسين الشيخاوي، يخسر كرة خطيرة. هجوم عكس المنتخب المصري. شيكابالا، شيكابالا لمحمد صلاح، لكن كرة جديدة للمنتخب التونسي. رامي البدوي المتعدي، بدوي لكن تسلل على السامر خليفة. حكم يخلي مبدأ إتاحة الفرصة. محمد عبد الشافي يرتقي الآن النسق والإيقاع. المنتخب المصري يلعب الكل في الكل في هذه الأوقات من أجل التعديل قبل نهاية المباراة، ولكن الدفاع التونسي مستميت. ترجع كرة لعمرو جمال. محمد عبد الشافي، عبد الشافي وزع. ثنائي
المصري في الكرة العالية، عمرو جمال في القائم الثاني، وحسني عبد ربه، ومرت الكرة بدون مخاطر على أيمن المثلوثي. 6 دقائق لنهاية القمة، قمة نارية مصرية تونسية في الأجواء القارية الإفريقية. دائما وأبدا صمود كبير للنزور في القاهرة، بالذات نجوم تونس الضوايا تحلق في سماء القاهرة بهدف فخر الدين بن يوسف منذ دقيقة 13. ترجع كرة لياسين الشيخاوي، بلال المحسني، استلام لمحمد صلاح، كرة في وسط الميدان لأحمد لحسني عبد ربه. توجه الكرة لمحمد عبد الشافي، عبد الشافي يوزع بطء كبير لبلال المحسني في هذه اللقطة. شيكابالا في المتابعة لحازم إمام، ما زال يحافظ على الكرة حازم إمام، يعدي كرة خطيرة لشيكابالا، يراوغ شيكابالا، يوسع شيكابالا، ضاعت من عمرو جمال بطريقة مذهلة، لكن المنتخب المصري وجد الحل في هذه الفرصة واقترب من أيمن المثلوثي. سيطرة كلية للكتيبة المصرية، أمور طبيعية مع نهاية المباراة، المحافظة على النتيجة مطلوبة من جانب المنتخب التونسي. تعود الكرة لأحمد فتحي، حازم إمام، محمد صلاح، حازم إمام مرة أخرى، فرجاني ساسي أمامه في الضغط العالي مع حسين الراقد، خروج رائع لبلال المحسني، الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي، كرة رائعة لفخر الدين بن يوسف موجودة المساحات والشوارع في الدفاع المصري، فخر الدين، كرة لصابر خليفة، تدخل واضح من أحمد سعيد أوكا على صابر خليفة، يعطي فرصة لكسب المزيد من الثواني مع نهاية المباراة. بصراحة لم أعرف هذا الدفاع المصري من سنوات، أيام العز والدلال، لواء الجمعة لأحمد السعيد، الشادي محمد، لياني السعيد، وين هذا الجيل الكبير للدفاع المصري في محور الدفاع؟ اليوم هذا الجيل بعيد كل البعد عن الإقناع والإبداع. حيرة الجماهير المصرية واضحة، حسين ناطر كثالث ارتكاز في المنتخب التونسي، 5 دقائق من نهاية المباراة، يأتي للتدعيم وللتعزيز الدفاعي، وهبي الخزري يغادر، خروج لاعب وسط ميدان هجومي، دخول لاعب ارتكاز، حسين ناطر لاعب النادي الافريقي في اول موسم له مع الاحمر والابيض في تونس، تعزيز لافتكاك الكره في منطقه المناورات، حسين ناطر. الحيره والخوف والظنون والشكوك في نفوس المصريين طبيعي، لا يقبل المصري العاشق للكره هزيمة ثانية متتالية في بداية مشوار المجموعة السابعة وعلى أرضه بالذات. ناطر، ناطر، صابر، صابر يحاول التسديد لكن ضعيفة، تعود للشريف كرامي. إذن 12 عام بعد 2002 إلى حد الآن المنتخب التونسي يظهر من المنتخب المصري. المخالفة ضد بلال المحسني، كرة أخرى ثابتة لمنتخب الفراعنة في 3 دقائق لنهاية المباراة. وصول متأخر لبلال المحسني، عنده تايمينج غلط بصراحة بلال، لازم يصلحه في قادم الأيام. القراءة السريعة للكرات الهوائية قبل وصول على المهاجمين المنافسين، سيام بن يوسف، حسين ناطر، دفاع عن المنتخب التونسي، حسني عبد ربو، عبد ربو يوزع وأعلى، مثلوثي موجود، أيمن يؤمن الدفاع إلى حد الآن بنجاح. شيخاوي مع عبد الشافي، خروج رائع لرامي البدوي المتحدي، مباراة دفاعية من أعلى تيران، شوف الفرجاني، يا سلام، 4 لاعبين في مهب الريح، وهذه كرة رائعة لصابر خليفة، صابر هرب، صابر، صابر يا صابر، كرة الفرجاني ولا أعلى، كرة بصانعي الألعاب باتجاه صابر خليفة، ولاعب النادي الإفريقي لم يحسن التعامل مع هذه الكرة، وعادت مرة أخرى فرصة قتل المباراة من جانب نصر قرطاج. تعود الكرة لحسين الراقد،
فرجاني ساسي لوسط الميدان حسين ناتر. بعد طبعا دخول حسين ناتر تعزز الموقف الدفاعي للمنتخب التونسي وسط الميدان. الراقد او فخر الدين لفرجاني ساسي يسترجع الكرة. بلال المحسني الحكم بكاري كاسما يعطي مخالفة لقلب دفاع كلاسكو رانجرز اسكتلندي. هذه هي نوعية المباريات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم، أنك تعود بانتصار من خارج الديار أمام أحد أبرز المتنافسين معك في المجموعة، المنتخب المصري، المنتخب السنغالي والمنتخب التونسي، ثلاثة منتخبات كبيرة من أجل مكانين في نهائيات كأس أفريقيا بالمغرب 2015. الشيخاوي حسين ناتر، ناتر لصابر يرجع لحسين الراقد. الكرات القصيرة والأرضية للكتيبة التونسية. ياسين ضربة مرمى. والمناوشات كالعادة مع نهاية المباراة. حازم إمام طبعا عدم رضا من أحمد حسن والشوقي غريب على هذه النتيجة المخيبة للأمال على نبيل كذلك. الحكم بكاري قاسما. الشيخاوي يقع تحت تأثير الاستفزاز. هذه اللقطة من حازم إمام. الهدوء مطلوب نهاية الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام في ملعب الدفاع الجوي بالذات. نهاية الوقت الأصلي والطبيعي والتقدم دائما للمنتخب التونسي بهدف لصفر، هدف وزنه من ذهب لهذا الفريق التونسي بهدف فخر الدين بن يوسف. 6 نقاط كاملة للمنتخب التونسي في مباراتين، أجمل سيناريو وأحلى انطلاقة بالعلامة الكاملة. في انتظار الصفر النهائية للحكم بكاري قاسما. 4 دقائق للصمود، 4 دقائق للعودة والفرحة. أكيد 11 مليون تونسي في انتظاركم في مطار تونس قرطاج. بعد هذا الانفراج، بعد هذا النجاح المنقطع النظير، أيمن المثلوثي يسيطر بامتياز. عودة كبيرة لحارس النجم الرياضي الساحلي إلى عرين المنتخب التونسي. منتخب تونسي يؤكد حسن تنظيمه التكتيكي. صابر للشيخاوي. تعود الكرة في ومضات أخيرة للمنتخب المصري. أحمد فتحي، محمد صلاح في الحقيقة لم يكن إلا شبح لنجم البلوزة تشيلسي وبازل سابقا، لم يعطي الإضافة المنتظرة منه من جميع المصريين. كرة مرتدة في الدفاع خطيرة، تصويب رهيب ومر بسلام على دفاع النسور. لحظات صعبة يعديها المنتخب التونسي. محمد عبد الشافي على اليسار مع صابر خليفة. عبد الشافي ما زال معاه صابر. عبد الشافي وزع وبلال المحسني أسطر يا ستار مع نهاية المشوار. كل القلوب خايفة من جانب المنتخبين. محمد صلاح شيكابالا يسدد والحارس أيمن المثلوثي. مرت العاصفة المصرية على الدفاعات التونسية في هذه اللحظات الكروية. المباراة لن تنتهي إلا بصافرة غامبية. جورج ليكانس وغازي الغرايري على أحر من الجمر بعد هذا الإنجاز. حسين الراقد، شيخاوي، الراقد بعيد الكرة على حسين ناطر في مركز المهاجم. شريف إكرامي طويلة 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 باتجاه بلال المحسني. عكسية يستفيد منها فخر الدين بن يوسف، يكسب مزيد من الثواني في انتظار وصول علي معلول. فرجاني ساسي، كرة رائعة من فرجاني، يا سلام وضع عليه معلول يدخل منطقة الجزاء. التصويب، التصويب من حسين ناطر وشريف كرامي.
الضربة القاضية التونسية كانت قريبة مع نهاية المباراة. ويرجع محمد صلاح الخطير لماذا شيكابالا، هجوم مصري منظم، شيكابالا محمد صلاح، شيكابالا يوزع، شيكابالا كرة لعمرو جمال، الخطورة ما زالت موجودة، حسني عبد ربه يرجع الدفاع التونسي كله في الدفاع، محمد عبد الشافي، عبد الشافي يوزع، الفرجاني في المتابعة، والكرة بضربة مرمى للمنتخب التونسي. آخر اللمحات، آخر الومضات مشاهدينا الكرام. أكيد اليوم من باب سويقة الباب جديد، من بنكردان تتاوين ومدنين إلى بنسرت وجرزونة وكل الأراضي التونسية، هذه هي تزغرد النساء وتفرح الرجال، جابوها الرجال من القاهرة بالذات في أصعب الأوقات، من لطف زيدان للفيل لكل من يشجع المنتخب التونسي بكل قوة. الكل في انتظار الصافرة النهائية. قاسما يراقب الساعة، الشيخاوي متابع من سامر خليفة، وفي هذه اللحظة يعلن الحكم بكري قاسما على نهاية المباراة بانتصار المنتخب التونسي على المنتخب المصري بهدف لصفر لفخر الدين بن يوسف. ألف مبروك لكل عاشق تونسي، وحظ أوفر لكل مصري بعد هذه القمة الأخوية المصرية التونسية. أعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الاستوديو التحليلي رفقة الزميل محمد سعدون الكواري. شكرا لزميلين علي محمد علي وروف بن خليف، مرحبا بكم من رصيده من النقاط الى 6، وبالتالي احتل صداره المجموعه الى جانب المنتخب السنغالي مقابل خساره ثانيه على التوالي لمنتخب مصر تضعه خاليا من النقاط. هنا الهدف الوحيد في هذه المباراه لمصلحه المنتخب التونسي عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقه 14 من زمن المباراه. أما في المباراة الثانية في المجموعة ذاتها والتي انتهت قبل هذه المباراة، كان المنتخب السنغال قد حقق الفوز على بوتسوانا في ملعب الأخيرة بهدفين نظيفين في الدقيقة 33 عن طريق ماني، ثم في الدقيقة 84 عن طريق عثمان نداي الذي سجل ثاني أهداف السنغال في هذه المباراة، وأعطى الصدارة للسنغال بفارق الأهداف عن منتخب تونس. إليكم وضعيات هذه المجموعة التي تشير إلى صدارة السنغال بست نقاط من انتصارين، كذلك الوضع بالنسبة لمنتخب تونس مع أفضلية الأهداف للسنغال بفارق هدفين. مصر في المرتبة الأخيرة دون أهداف وبناقص 3 أهداف من مباراتين متساوية أيضا مع بوتسوانا دون نقاط وأيضا بنفس الفارق من الأهداف. فاصل قصير نتحدث بعده مشاهدين الأعزاء عن أبرز ما جاء في لقاء مصر تونس. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد وطاب مساءكم بكل خير. نذكركم اذا بان مباراه مصر تونس انتهت بفوز تونسي بهدف دون مقابل هناك في مصر، فوز يرفع رصيد تونس الى 6 نقاط وخساره ثانيه لمنتخب مصر في هذه المباراه. بدا معك كابتن احمد حسام ميدو بالحديث عن هذه المباراه، هل استحقت تونس الفوز؟ طبعا، يعني تونس جم القاهره ببلان وهو محاولة الضغط على المنتخب المصري في بداية المباراة ومحاولة استغلال الفرص للتقدم واستغلال عدم الثقة اللي موجودة أو حالة عدم الثقة اللي موجودة للمنتخب المصري، وبالفعل نجح المنتخب التونسي في ذلك. ورغم تراجع المنتخب التونسي بعد 20 دقيقة أو 25 دقيقة ورغم تحسن مستوى الملحوظ بعض الشيء للمنتخب المصري، إلا أن المنتخب المصري في مباراة اليوم لم يظهر أي شخصية، كانش فيه أي رد فعل يذكر يستحق أو يشفع للاعبين بالعودة للمباراة. طيب سأعود لك ميدو، اسمح لي أن أنتقل مباشرة لأحمد نوير في ملعب المباراة لمعرفة أبرز وأهم رد الأفعال بعد هذه النتيجة. أحمد،
تفضل احمد. شكرا جزيلا لك زميلي محمد. يعني يمكن انتهت المباراة بفوز المنتخب التونسي على المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء. هذه هي الهزيمة الثانية للمنتخب المصري، هزم اليوم على يد منتخب تونس ومن قبله على يد منتخب السنغال، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي صاحت ارحل يا شوقي ارحل يا شوقي، مطالبة شوقي غريب بالرحيل عن المنتخب. كانت هناك حالة من الاستياء من قبل الجماهير المصرية التي حضرت وزارة منتخب مصر للأداء والنتيجة، الأداء لم يكن مقنعا للجماهير ولم يكن مقنعا أيضا للأوساط الصحفية المتواجدة، حالة من الهلهلة الدفاعية، هناك عدم ترابط وتجانس ما بين الخطوط سواء كان خط الدفاع أو خط الوسط أو خط الهجوم، لم تكن البدائل التي نزلت بالشكل المرجو منها. ولكن على أي حال خرج المنتخب المصري بهزيمة ثانية وفاز المنتخب التونسي، نهني المنتخب التونسي ومعنا فخر الدين بن يوسف لاعب المنتخب التونسي وصاحب الهدف. اهلا بك كابتن فخر والف مبروك. اهلا بك وبارك فيك عايش. يعني استغليتم حاله الهلهله الدفاعيه للمنتخب المصري واحرزتم هدف، وقدتم ان تحرزوا اكثر من هدف ايضا. صحيح اليوم يعني قمنا بمباراه باهيه، اللي قلنا عليه الممرن طبقناه، درسنا المنتخب المصري جيد ولعبنا على نقاط ضعفه وحبينا نحدوا من نقاط قوته. الحمد لله اليوم عملنا كما قلت لك مباراة باهية وجبنا 3 نقاط مهمين برشا من مصر، وإن شاء الله نكملوا على المسيرة هذه إن شاء الله. 6 نقاط تعطيكم دفعة قوية لما هو قادم يعني. صحيح 6 نقاط يعني باش تخلينا نخدموا بأكثر أريحية في باقي المشوار نتاع التصفيات، وإن شاء الله مازالت أمامنا 4 مباريات إن شاء الله نعملوا كل ما في وسعنا باش نكونوا في النهائيات إن شاء الله. الخط الدفاعي للمنتخب المصري كان هناك يعني حاله من الهلهلة في دفاع مصر، هل تعتقد انها كانت فرصه لانكم تحرزون هدف واخر واخر؟ صحيح يعني كل دفاع عنده نقاط القوه كما عنده نقاط الضعف، نحن لعبنا على نقاط ضعف المنتخب المصري والدفاع نتاعو، ولولا الحكم اليوم ظهر لي كنا نجموا نكونوا يعني اكثر من 1-0، والحمد لله على كل 3 نقاط هم اهم من كل شيء. شكرا جزيلا فخر والف مبروك. عايش. اذا زميلي محمد كانت هذه اطلاله مع فخر الدين بن يوسف لاعب المنتخب التونسي، حاولنا اجراء بعض اللقاءات مع المنتخب المصري ولكن خرج الجهاز الفني واللاعبون في حاله نفسيه سيئه وهرعوا الى غرف خلع الملابس، كما اوضحت لك كانت هناك حاله من الغضب لدى الجماهير التي حضرت لمؤازره المنتخب المصري وكانت تامل في ان يخطو المنتخب المصري هذه الخطوه او يتخطى عقبه منتخب تونس بالفوز لتصحيح الاوضاع، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن و خرج المنتخب المصري بخسارة ثانية. إليك زميلي محمد إذا كانت هناك أي استفسارات أخرى. شكرا جزيلا لك أحمد لفخر الدين بن يوسف. سنعود لفخر الدين لكميدو، إذا كانت جماهير رددت ارحل يا شوقي أثناء هذه المباراة، هل كان شوقي هو من يتحمل خسارتين ووجود مصر بصفر من نقاط بعد مباراتين؟ بنسبة كبيرة أنا في رأيي بداية من اختيار اللاعبين في سوء تقدير لمستوى بعض اللاعبين، في رأيي الشخصي في بعض اللاعبين داخل الملعب لا يرتقوا او مستواهم لا يرتقي لتمثيل منتخب مصر الاول. الناس بتقول ان مفيش لعيبه في مصر، لا في لعيبه في مصر، في لعيبه في الدوري المصري تستحق الانضمام للمنتخب زي سعد سمير وزي طارق حامد سموحه زي احمد توفيق، امثله كتيره جدا. في رأيي ان بعض اللاعبين لماذا لم يختارها شوقي؟ حته الاحتراف والنقطة اللي اتكلمنا فيها، هل الاحتراف يكفي او كلمة ان انت محترف في اوروبا تكفي ان انت تضمن لك ان انت تبقى بتشارك بصفة اساسية في المنتخب الاول؟ في رأيي هناك بعض اللاعبين ما زالوا بعيدين تماما عن 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 مستوى تمثيل مصر المنتخب الاول، ونمرة المهم الاهم من كده ان هم ما عندهمش البوتنشال، ما عندهمش الرغبة، لا ما عندهمش دافع، لا ما عندهمش الروح، لا البوتنشال يعني مش باين ان هم ممكن يتحسنوا وان هم يبقوا لعيبة اساسيين لمنتخب مصر. يعني في لعيب زي عمرو جمال باين ان هو عنده بوتنشال وان هو لو خد الاستعداد، الاستعداد هو الاستعداد ان هو لو خد مباريات دوليه هيتحسن وهيبقى مهاجم منتخب مصر، انما لاعبين مع كل احترامي زي النني واوكا وكوكا وعلي غزال انا في رايي ان هم ليسوا في مستوى منتخب مصر. طيب لماذا نقول ميدو محمد صلاح وشيكابالا بما انهم لا يلعبون مع انديتهم؟ كان
ايضا لا ينبغي للشوقي غريب ان يضم هذه الاسماء فقط لانها تلعب في اوروبا. مش موضوع عدم مشاركه، في لعيب انا النهارده لما بكون مدرب اللعيب بيجي لي انا بقف على مستواه وبشوف ايه اللي هو هيقدر يدهوني جوه الملعب. محمد صلاح لا، موقفه مختلف تماما. محمد صلاح لعيب كبير جدا، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، لكنه مازال لا يتحمل الضغط ان هو يقود هجوم منتخب مصر وان هو يكون مسؤول عن احراز الاهداف لمنتخب مصر. مازال لم ينضج بالشكل الكافي ان هو يتحمل مسؤوليه وضغط منتخب كبير بحجم منتخب مصر. نفس الكلام بالنسبه لشيكا، بقاله كتير بعيد عن المباريات. انما احنا بنتكلم في نقطه البوتنشال، يعني ايه؟ يعني لعيب بصبر عليه دلوقتي زي مثلا عمرو جمال، بس انا متاكد كمدرب انا شايف النظره ان هو لو بعد 10 15 مباراه دوليه يستطيع ان يكون المهاجم الاول للمنتخب المصري. طيب فخر الدين بن يوسف سامي، اعتقد انك من المعجبين بهذا اللاعب باداء رغم صغر السن، في 22 قدم مباراه كبيره وأكد بأن لديه إمكانيات كبيرة ربما من شاهدة في أفضل الأندية الأوروبية قريب. هو من لديه البوتنشل اللي يحكي لعنه مهيئ جدا أنه يكون على مستوى عالي جدا. الفرصتين اللي حصلت له في المباراة تعامل أكثر من رائع. الفرصة الأولى في الهدف بنفس السرعة بنفس الاختراق باللمسة الواحدة في تخطي المدافع تسجيل الهدف بطريقة جدا فيها من النوع من الهدوء، وكأنه يحمل 27 28 سنة في احد يلعب في احد البطولات الأوروبية. الفرصة الثانية ايضا الانطلاقة ولمس الكرة او غمز الكرة بطريقة لا تختلف عن عن الاول، انه نشوف حتى طيب. النقل في او الهدف والفرصة لفخري بن يونس. فاعتقد هنا شوف هذه نقطة الهدف، هذه اللمسه الاولى وقوه تكرر نفس السيناريو في شوط قوه الانطلاق سرعه وبالسرعه في نفس السرعه اللي هو فيها يضع الكره في زاويه صعبه بالنسبه للحارس المرمى. شوف الان هنا اللمسه الاولى وهذه لا تجدها الا في اللاعب، صحيح، ايضا بالسرعه وايضا التحكم بالكره ووضعها في الزاويه المناسبه اللي كانت صعبه جدا. على الفرصه اللي ضاعت اللي ضربت في القائم تأتي هذه فرصة ثانية أيضا. شوف اختراقاته، طلب الكرة في المساحات، يعني لاعب عنده إمكانيات غير طبيعية. فخري أعتقد واحد من النجوم الكبار اللي سيكون لهم شأن في الكرة التونسية بشرط أن يكون دائما هنا. أنا اللي أتكلم عنها هنا هذه هي بالنسبة هنا اللمسة، أيضا غمز الكرة، غمز الكرة بنفس الطريقة بنفس الطريقة، إعطاء نفسه مساحة. شوف زاوية ليست سهلة بالنسبة له، حارس المرمى متمكن أكثر مما هو متمكن، لكن وضع الكرة اللي هي كأنه يضع ضربة جزاء وليس بليسينج. نعم بليسينج. بس في مدافع يخش بالتهور ده، يعني النهاردة أنت آخر لعيب في الملعب. حتى لو كان طبعا انا معاك ان فخر اللعيب قدم مباراه كبيره النهارده، انما فين ان انا المدافع ان انا اقرا ان انا اخر واحد في الملعب ما اروحش ابيع نفسي؟ يعني احنا في مصر بنقول ان انا ما بيعش نفسي، يعني اشتري ثانيه او ثانيتين. في فرصه اخرى، فرصه ضربه الجزاء، وهو يتحدث الان في لقاء ان حكم المباراه تسبب في انتهاء المباراه بهدف واحد لتونس، كانه يرى بان حكم المباراه حرم تونس من ركله الجزاء. في طرد من الشوط الاول الاوكا، هذه حاجة. وفي يعني في الشوط الثاني ضربة جزاء وأقل شيء كارت أصفر الإكرامي، ضربة جزاء كانت واضحة لأن الإعاقة. كابتن جمال جاي في نهاية الاستوديو، كانت يومياً أصلاً مانتومان اليوم شكلك مانتومان بزيادة مع كابتن. لا هو عادي إذا كان نقول ضربة جزاء هذه نحرجه خليها. طيب كابتن جمال راح ينضم لنا في نهاية الاستوديو. كنت نحبذ هنا أنه فخر الدين استسهل شوية نوعا ما لما لقى نفسه وجه لوجه مع الحارس إكرامي، استسهلها شوية نوعا ما لأنه كانت الزاوية القريبة هذه مفتوحة أكثر من الأخرى. الزاوية البعيدة إذا كانت تحب تلعبها بخارج الرجل، مش لما بخارج الرجل تهرب الكرة على الحارس وتروح وترجع تدخل. لو أنت هتلعبها بخارج الرجل لا ما عنديش سرعته، هو ممتاز. يعني اليوم لعب مباراة ممكن أحسن مباراة. شوف هو اللي حضر الكرة نبيل بالضبط. شوف هو اللي حضر الكرة هنا سامي بالضبط. السرعة اللي كان في تسجيل الهدف المفروض كانت تكون أسرع. نفس السرعة. نعم نفس السرعة. يبقى على نفس السرعة هو تباطئ شوية. شوف هنا تباطؤ أو أخذ حتى تردد في أطاع. حتى تمركز جسمه مقارنة بالكرة كرميل شوية بالضبط. يعني كانوا تمركز جسمه كان خطأ، كانوا يلعب ضربة بالضبط جزاء. كان خطأ لأنه كان يكون ميل شوية على يمينه شوية مش يقدر يلعب الكرة بخارج الرجل ويوضعها بعيد على الحارس. شريف وقف له كويس، وقف له كويس، يعني سكر له كويس بالضبط، وقعد ثابت على رجليه. يعني المنتخب التونسي محمد العبد ذكاء كبير في مباراة اليوم،
ساهدنا الشيء اللي حكيت عليه في الشوط الاول تغير المراكز باستمرار بين هذا الفريق. حتى كابتن نبيل تحدث عنها انت وايضا ميدو مقارنه بمباراه السنغال ما زالت موجوده كانت بين خط الوسط والدفاع. لا شوف اليوم ممكن نعطي عذر للمنتخب المصري لانه تسجل له هدف في دقيقه 13 او دقيقه 14 من الشوط الاول، يعني عادي جدا انه باش يفتح باش يكون هناك مساحات يكون مندفع عادي جدا، لكن في المباراه الماضيه انت تلعب في السنغال في دكار على ارض امام جمهوره والمساحات اللي كانت موجوده بين خط وسط الميدان والخط الخلفي هنا اللي اقلق كثير المنتخب المصري في مباراه اليوم هو تبادل المراكز المستمر بين بن يوسف بين الشيخاوي وبين يوسف المساكني، وخاصه الشيخاوي ويوسف المساكني اللي كل ما جاتهم الكره يجلبوا لاعبين اثنين. صحيح. يعني لما يمسكوا الكره قادرين باش يراوغوا بلاعب، قادرين باش يراوغوا الاثنين، وهذا الشيء اللي اعطى مساحات وخلى معناها دائما فخر الدين بن يوسف واحد ضد واحد وهو واحد ضد واحد ممكن يعمل كل شيء. هذه الطريقة يمكن سامي في كرة القدم الحديثة أصبحنا نشاهدها في الكثير من الأندية والمنتخبات الأوروبية، لكنها تعتمد بشكل كبير على وجود صفات لدى الثلاثة ممتازة على مستوى السرعة على مستوى المهارة على مستوى التفاهم في التحرك بدون كرة مختلفة. محمد لا تجد كل واحد يكمل آخر، ما تجد في تشابه في الثلاثة الشيخاوي بن فخري ولا المساكني. أعتقد حتى عدم إعطاء الحرية أكثر للاعبين الثلاثة من جورج ليكنز محسوبة، التبادل في المراكز المساكني فخري وايضا الشيخاوي. يعني فخر الدين يمكن اكثرهم سرعه، الشيخاوي اكثرهم دقه في التمرير، ومساكني اكثرهم مهاره في المراوغه. حلقه الوسط ما بين الثلاثه كلهم هما هو الشيخاوي. الشيخاوي هو من يستطيع التحكم بالضبط ميدو، من يستطيع التحكم في حركه المساكني في فخر الدين. يعني فخري اعتقد انه يعتمد على تحركات، كله يعتمد على تحركات الشيخاوي. الشيء اللي انا لاحظته في المباراه ايضا اللعب بدون كره في الناحيه الدفاعيه، وهي اول خط دفاع بالنسبه لمنتخب تونس هم الثلاثه هذول ايضا في وسط الملعب. الضغط الكبير على حامل الكره في وسط الملعب وعدم اعطاء الحريه بخروج الكره بالشكل المناسب ادى الى قتل الهجمات المصريه. شعرت ان لاعبي تونس بدنيا افضل؟ افضل بكثير 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 جدا، وهذه نقطه في انه عدم وجود دوري قوي صحيح. في مصر، وهذا تكلمنا عنه في بدايه الحلقه. حتى في تونس نفس الشيء سمير، ما عندناش دوري قوي يعني نفس الشيء، لكن الاختلاف هو انه اللاعبين المحترفين نتاع المنتخب التونسي كلهم ينشطوا موجودين اساسيين حاليا في الفرق نتاعهم، كلهم يلعبوا كاساسيين حاليا. معناها من حسن حظ المنتخب التونسي وحسن حظ الاطار الفني الحالي انه كل اللاعبين جاهزين وكل اللاعبين موجودين كاساسيين، على عكس المنتخب المصري اللاعبين اللي معول عليهم شوقي غريب حنين ولا واحد فيهم يلعب تقريبا، ما عدا واحد ولا اثنين فقط موجودين كاساسيين. بالاضافه الى ذلك انه المنتخب التونسي يعني نادي صفاقس يمر بفتره ممتازه جدا في الشامبيونز ليج، متاهل الدور نصف نهائي الشامبيونز ليج، موجودين فيه اللاعبين شفناهم يعني او ثلاثه لاعبين مهمين جدا اساسيين، معنا علي معلول فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف، مع مزيج من اللاعبين الاخرين اللي قاعدين ينشطوا وقاعدين معنا اساسيين في الفرق نتاعهم في الاحتراف. بس كابتن نبيل لازم برضو نوضح ان منتخب مصر النهارده اتغلب مش من افضل منتخب لتونس، يعني منتخب التونسي منتخب عندهم التزام بشكل كبير جدا، عندهم كوميتمنت، معاهم مدرب قدر ان هو يقرا المباراه بشكل جيد، لكن مش هي دي تونس. يعني والله تونس كان عندها ممكن من سنتين احسن مباراه للمنتخب التونسي بصراحه. من سنتين احسن او اكثر، حتى اكثر من حتى قبل 2010 ممكن احسن مباراه للمنتخب التونسي. المنتخب ان احنا طول عمرنا بنلعب تونس في لعيبه كبار جوه الملعب، في الاسماء ثقيله جوه الملعب، فيه اليوم لعيبه كبار. معنا لما تشوف الشيخاوي المباريات اللي لعبها، يوسف المساكني المباريات اللي لعبها، ميدو نفس الشيء، بالنسبه للفخر الدين بن يوسف لعب يعني ثلاثي الهجوم، صابر خليفه لما نزل اعطاه معناها سرعه كبيره واعطى عمق للخط الامامي، لاعبي الارتكاز اثنين كانوا على مستوى عالي على مستوى عالي جدا. سواء فرجاني ساسي هم ما لعبوش ماتش كبير، انا هم منتخب تونس لعب مباراه كبيره جدا، لكن تقصد انه منتخب مصر سيء لدرجه انه خسر مع واحد مش من اقوى منتخبات تونس في ال 15 سنه الماضيه؟ بالضبط ده اللي انا اقصده، ان على مر التاريخ تونس كان عندها اسماء اقوى داخل الملعب، لكن المنتخب التونسي النهارده لعب مباراه كبيره من ناحيه الكوميتمنت، من ناحيه الالتزام الخططي، من ناحيه ان هم جايين ببلان، ودي حته مهمه جدا، ان المدرب جاي بهدف ابدا المباراه بريتم عالي واضغط على لعيبه المنتخب مصر عشان اربكهم واستغل النتيجه السلبيه في المباراه السابقه. وفي رايي ان بدايه المباراه كان لازم النهارده ان المنتخب المصري يبدا المباراه ويبقى هو اللي ليه اليد العليا في اللقاء، هو اللي متحكم في اللقاء. البدايه المهزوزه لمنتخب مصر
اعتقد ان هي كلفتنا نتيجه المباراه. تتفق معي ميدو ما عندوش المقاومات بصراحه، يعني خلينا نقول هذه حكيته المباراه الماضيه، مقاومات كعناصر ما عندوش المقاومات المنتخب المصري. يعني لما ناخذ المنتخب المصري اربع سنوات ولا ثلاث سنوات ترى وتشوف اسامي اللاعيبه اللي موجوده كيفاش كان مهيمن معناها على الكره الافريقيه المنتخب المصري، سواء من ناحيه النوادي او من ناحيه المنتخب، وتشوف العناصر اللي موجوده حاليا بصراحه يعني عناصر عاديه جدا. كابتن نبيل ارد على حضرتك بلسان المشجع المصري اللي في الشارع، المشجع المصري اللي في الشارع بيقول لك احنا بقى لنا اربع سنين ثلاث سنين بيقولوا لنا احنا بنبني منتخب جديد، بيقول لك ان احنا في التصفيات الاخيره في كاس العالم مع برادلي سواء كاس الامم او كاس العالم قال لك احنا بنبني منتخب جديد. لا هذا كلام، هذا كلام معناها مثل ما قلت انت كلام شارع. تبني انا حسب رايي الشخصي في المنتخب تبني سنه سنتين، ما تبنيش اربع سنوات ميدو. بالضبط صار المنتخب المصري يقولوا نبنيه ونبنيه، لكن انا كمدرب اذا كان ما تعطينيش مقاومات النجاح، اذا كان ما تعطينيش لاعبين باش نقدر نعمل بيهم منتخب، ما نقدرش. انا حسب رايي الشخصي ما عندوش لا شوقي غريب ولا اي مدرب اخر عنده مقاومات او العناصر اللي قادره باش تقود المنتخب المصري للافضل من ذلك في الوقت الحالي. دول مش افضل لعيبه في مصر. ممكن انت تعرف الدوري المصري احسن مني. دول مش افضل لعيبه، لكن انا نشاطرك في حاجه مهمه جدا، هو ما يكفيش انه كلمه احتراف تخليك تجيب لاعب وتخليه يولي اساسي في المنتخب المصري. سامي ونحن نشاهد تغييرات المنتخب المصري، اعتقد ان حسني عند ربه كان من اللاعبين القلائل اللي قدموا مباراه ممتازه بعد نزوله، سواء من خلال روحه العاليه ومن خلال اداءه، ثم ايضا حازم امام وعبد الشافي على الاطراف كانوا اعتقد مميزين في هذه المباراه. الاساس ما نظن حق شوقي غريب في التغييرات، كانت تدخلات ايجابيه 100%. انا لا اختلف بل اتفق تماما مع اخواني في الاستديو في كل ما قالوه، ولكن في مباراه مصر اليوم اعتقد الشيء البسيط او النقطه اللي في محوريه في التحول لو تشوفها في بعض لقطات المباراه، منتخب تونس منتخب منظم وهذا محسوب بغض النظر عن العناصر والاسماء، لكن منتخب المصري يفتقد الى ابسط شيء في المباراه وهو التنظيم. تعرف عدم الانضباط في وجود احمد فتحي وحسام غالي، وحتى بعد نزول حسني عبد ربه وبعد ايضا محمد صلاح في تنقله من اليسار لليمين بدون هويه، عمرو جمال يعتبر شبه تايف، الخطوط بالمنتخب المصري خطوط متباعده بشكل غريب، هذا يعطيك ايضا ناهيك على ان احنا شفنا قبل بدايه المباراه الضغط الكبير، عشان كذا مصر ما تخلصت الا بعد 20 دقيقه بدات تلعب كره. العناصر قد تكون يعني مي بنفس العناصر، اتفق مع ميدو، ولكن اعتقد ان العناصر هذه قادره انها تكون منتخب قوي، لكن زي ما قلت كابتن سنتين تعتبر في مصر اذا تاخذ سنتين فرصه كبيره انك تعمل منتخب وضع. وعدم مشاركه في ثلاث كؤوس افريقيه على التوالي ان حدث كارثه كرويه للمنتخب، يمتلك رقم قياسي في المشاركه وبالفوز بكاس. امكانيات محمد المنتخب التونسي في هناك لاعبين زي ما قال ميدو، في لاعبين نحن نعرفهم ونشاهدهم في الدوري المصري، اسماء ممكن تتكرر عليك لكن تعرف انه عندها بوتنشل، برضو نرجع لحته البوتنشل، ها ان عندها في امل ان هي تبقى لعيبه وفي لكن هل انت تحمل مثلا شوقي غريب او تحمل لاعبين حاليا؟ لا، يجب ان تبحث عن السبب الحقيقي في رجوع الكره المصريه، قد يكون في اسباب ما نعرفها احنا هنا ما نقدر نتكلم عنها، لكن التنظيم والاشياء البسيطه الدقيقه في مباراه اليوم يفتقرها المنتخب المصري. محمد انا مش موافق ميدو سامي في النقطه انه في لعيبه في مصر حاليا، والدليل على كلامي انه إذا كان في مصر لعيبة شو اللوكوموتيف معناها ميدو، أنا هم الفرق الاثنين الممولين أكثر للمنتخب المصري، أهلي وزمالك. صحيح. الأهلي وزمالك خارجين من الكؤوس الإفريقية، يعني الأهلي متعودين يلعب الأدوار الأولى في الشامبيونز ليج موجود في الكاف الحين، هل الأهلي متعود يكون موجود في الكاف؟ بصراحة خلينا نكون صريحين، والزمالك خرج من الشامبيونز ليج. نفس الشيء لو نحكي انا، هل الترجي متعود يخرج من الادوار الاولى من الشامبيونز ليج؟ نفس الشيء الترجي خرج من الشامبيونز ليج، هذاك علاش تلقى لاعب واحد انت من الترجي اول مره تصير في التاريخ، يعني منتخب انعكاس لاعب فقط للأندي. موجود من الترجي موجود يعني يلعب الادوار الاولى، اذا كان الفريقين الاثنين الممولين الاوائل للمنتخب يعني ما همش قاعدين يلعبوا في الادوار الاولى في الكؤوس الافريقيه، يعني فيه خلل في الدوري المصري وفي الدوري التونسي، في تراجع على مستوى الانديه طبعا، لكن ايضا البلد خرجت من سنتين فيها كثير، هذا مؤثر بدون ادنى شك على على الفرق التونسيه وعلى الفرق المصريه، مؤثر الثورات العربيه مؤثره على الكره، لكن في تونس الوضع كان اقل تاثيرا لان الدوري استمر
في مصر توقفات كثيره مباريات بدون جمهور دوري الغي الدوري في الفتره بتاعت برادلي لكن الدوري المنصرم الموسم المنصرم الموسم الماضي انتهى بشكل جيد واللي تمت فيه مشاركه لكن بمستوى فني بعيد تماما عن الدوري المصري طبعا بسبب عدم وجود جمهور وبسبب بالضبط. ان انت اللعيبه راجعه من سنتين ما كانش في كوره كل ده اثر على مستوى اللاعبين لكن في لعيبه في الدوري المصري لعيبه اسماء كتيره زي ما انا قلت لك زي سعد الدين سمير من النادي الاهلي احمد توفيق من نادي الزمالك طارق حامد لاعب سموحه السابق والمنضم للزمالك طيب كل سبب عدم ضم شوقي لهذه الاسماء تقديم. اولا شوقي واضح اليوم من التغييرات ان مدرب يمتلك شخصيه قويه صح لا هو النهارده شوقي غريب تدخل فنيا بشكل جيد جدا خلال 90 دقيقه خلال اللقاء رغم ان انا بقول ان كان لازم تغيير شيكابالا كان لازم يبقى قبل نزول كوكا او قبل كوكا يبقى هو الاول وبعد كده اطلع خالد قمر لكن تدخل بشكل جيد جدا كان عنده شخصيه في ان هو يسحب حسام غالي قبل نهايه الشوط الاول ودي بيتطلب شخصيه قويه جدا من مدرب ليه اول حاجه لان انت اسم كبير وقائد قائد الفريق لا غير كده كمان لما بتطلع لعيب في الشوط الاول ده اعتراف منك كمدرب انك بدات باختيار غلط صح يا كابتن ولا لا هو المفروض ما يبداش بيه لا بس انت لما تصبر للشوط الاول بين الشوطين ومن اول الشوط الثاني تعمل تغيير تعترف بخطأ انما لما بتعمل تغيير من في الشوط الاول ده اعتراف منك كمدرب بيتطلب شخصيه قويه جدا ان انت تعترف انا اخطات وهصلح الخطا بتاعي هو امتلك ذلك هو امتلك كده طيب دعونا ننتقل مباشره الى تونس حيث يتواجد الزميل نافع بن عاشور لنتعرف على سعاده التونسيين بالفوز الثاني على التوالي في هذه المجموعه نافع تحية من جديد من تونس محمد طبعا فوز كبير للمنتخب التونسي وفرحة كبيرة يحتاجها الشعب التونسي مثل ما تحدثنا أيضا مباراة منتخب القسم على اثنين أيضا تمنينا الفرحة أيضا في مصر نتمنى التوفيق للمنتخب المصري في باقي المواعيد فرحة قسمتها الجماهير التونسية وأيضا الجماهير الليبية التي كانت متواجدة بكثرة حيث كنا متواجدين وأيضا في كل المدن التونسية كانت فرحة عربية رغم أن المنهزم كان منتخب عربي الجماهير التونسية كانت تحتاج لفرحة لنصر لهذا المنتخب الذي رفع رأس الجمهور التونسي اليوم فرحة كانت كبيرة الأمطار فرقت العديد من الجماهير التي كانت منتشية بالفوز حتى سما تونس سعيدة بهذا الفوز وأمطار الخريف تشارك التونسيين فرحتهم طبعا محمد فرحة كبيرة وانتصار ثمين تاريخي للمنتخب التونسي 6 نقاط في بداية التصفيات تفتح باب التأهل للمنتخب التونسي على مصراعيه في ثاني مباراة رسمية الجهاز الفني الجديد يحقق 6 نقاط والعلامة الكاملة وهي طبعا وهو إنجاز يحسب لهذا المنتخب الذي يسير بخطى ثابتة نحو الأمام ونحو كأس أمم إفريقيا في المغرب طبعا الجمهور كان أيضا يتفاعل كثيرا محمد مع الفرص التي أتيحت خاصة لفخر الدين بن يوسف كان يمني النفس بفوز كبير لكن جاء فوز صغير على مستوى النتيجة لكنه كبير جدا على مستوى معنويات التونسيين وهذا الجيل من اللاعبين طبعا الذي خاض مباراة بطولية اليوم محمد نعم شكرا جزيلا لك زميل نافع بن عاشور كنت معنا من تونس ورحب بانضمام الكابتن جمال الشريف خبير التحكيم هنا في بين سبورت الذي يجلس الى جانب الكابتن سامي الجابر وسامي الجابر من 19 سنه لليوم شايل عليه انه ما اعطى ركله جزاء في مصر كانت المباراه الهلال والاهلي امام الاهلي حياك الله كابتن مساء الخير يا كابتن لك الكلمه كابتن الوقوف عند حياك الله كابتن لك الكلمه اللي نقف عند ابرز الحالات التحكيميه في هذه المباراه واستمعنا كابتن للقاء خاص بين سبورتس بفخر الدين بن يوسف صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراه واكد بان حكم المباراه كان سبب في عدم فوز تونس بنتيجه اكبر من 1-0 هذا بلا ادنى شك انه كان هناك حاله اخرى كانت تستدعي على الاقل ركله جزاء انا اعتقد كان هناك حالتان بس حاله مؤكده وبالتالي ساركز على المؤكده لان الاخرى لم نكن هناك اعاده حتى احسم بها حتى لكن طبعا بكاري جاسامة الجامبي كان يؤدي مباراة ممتازة طبعا أداء بدني عالي جدا ممتاز بكل المخالفات كان قريب وقريب جدا وهذا شيء إيجابي يمتلك كان ثبات في القرار حتى بعيد الهدف تونس ابتدأ
يمتص يحاول ألا يضع نفسه أو لا يحدد ألا يضع نفسه محددا لنتيجة المباراة وهوية الفائز، فحاول أن يتنصل من بعض الحالات لأن بعض الحالات كانت مؤثرة. إذن هو بعض الحكام لعب على عاملين، عامل الفريق صاحب الأرض وعامل آخر هو عامل النتيجة بأن الفريق الآخر الزائر متقدم، فابتدأ ينحسر ولا يواجه الحالات بشكل شجاع. طبعا الحالة الأولى، طبعا هذه الحالة الأولى وهناك كرة باتجاه فخر الدين بن يوسف وتعرض إلى عملية مسك من أحمد سعيد أوكا في الدقيقة 20، وكان قرار الحكم كان قريبا الحكم متابعا بشكل جيد رغم التمريرة الطويلة، كان يمتلك زاوية رؤية جيدة، اتخذ قرارا صحيحا باحتساب ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، إضافة الإنذار لأن كان هناك فرصة واعدة لفخر الدين للسيطرة على الكرة ومتابعة طريقه باتجاه منطقة الجزاء، إذا قرار الحكم صحيح. الحالة الثانية هنا عملية هجمة واعدة، هناك لاعبان كان وهناك لاعبان آخر آخران من المنتخب المصري عند منتصف الميدان، كان عملية العرقلة من الخلف أو المسك مسك وعرقلة كان يستوجب الإنذار، كان بعيدة 5 دقائق تماما، إذا تأثر بالإنذار الأول الذي سبقه قبل 5 دقائق تأثر بأن هذه حالة طرد وكانت يمكن أن تقلب موازين اللعبة، وبالتالي هو سيتدخل بالقرار، الحكم يجب أن لا يدخل في حساباته هذا الأمر، يجب أن يدير المباراة بما يشاهد بالأحداث، يتوقف عن كل حدث ويعالج الحدث بحد ذاته دون النظر يعني كان يستحق بطاقة صفراء ثانية 100%. الحكم هنا تراجع خوفا من أن يكون هو مشاركا بشكل فعال باستمرار الفريق الآخر بالفوز، وبالتالي هو تراجع على الخلف دون أن يتحمل مسؤوليته، وهذا يتعلق بالإدارة. الحالة الثانية هنا كانت في الدقيقة 53، ركلة جزاء واضحة جدا، الحكم كان يمتلك زاوية رؤية ممتازة ومتابعة ممتازة عند قوس منطقة الجزاء، طبعا شريف إكرامي زحمة باتجاه الكرة لم يصل إليها لكنه عاود فرفع قدمه ليصيب أو يركل أو يعيق تقدم اللاعب فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء. طبعا كان هناك لاعبان آخران قادران على يعني إيقاف، أعتقد كابتن الحكم توقع أن فخر الدين بن يوسف اختل توازنه، لذلك أنا أعتقد قريب جدا رفع رجل، هي واضحة هو رفع الجزاء، أعتقد لماذا لم يحدث هذه الحالة تماما، أنا أعتقد بأنه هو لم يعني يتوقع أن يكون هناك فعل آخر، الحارس ارتكب فعلا آخر هنا رفع قدمه بعد أن فقد الإمكانية الوصول للكرة عمد إلى إعاقة تقدم. كابتن جمال ممكن يكون كان عايز يدي الفرصة ولا ما فيش فرصة في ضربة الجزاء؟ إلا إذا كان يعني كان عايز يدي فرصة لشيخاوي إنه يرجع لها، يرجع 100% يرجع لو شيخاوي ما عرفش الهدف يحسب 3 ثواني على الأقل، 3 ثواني أن يعود وأحيانا أكثر فيها كارت كابتن. أنا أعتقد إنذار لوجود لاعبين قادران على إيقاف هذه الهجمة، أعتقد بأنه طبعا عدد الإنذارات التي احتسبها 3 إنذارات 4 إنذارات غير محتسبة، كان هناك بعض الإشكالات أيضا، هذا رقم كبير، وأنا أعتقد بأن وهذا يجب أن نركز عليه، وبأن حسني عبد ربه في الدقيقة 69 أدى أداء صحيح تدخل كان يبعد لاعبي مصر صحيح. أبعد اللاعبين الحكم كان هذا من واجب الحكم، لكن اللاعب هنا تحمل مسؤولياته وكان على مستوى المسؤولية ومستوى يخدم فريقه ويخدم نفسه ويخدم المباراة، أعتقد كان هذه حالة كان يجب أن يشارك إليها، لأن نحن نشجع على دائما الأفعال الإيجابية من اللاعبين التي تدع المباراة تذهب يعني تستمر بالروح الرياضية وتذهب بنهاية في ضربة جزاء أخرى. يا كابتن جمال أعتقد بأن هناك مش أعتقد، أنا لا أعتقد في دقيقة أنا متأكد بل أجزم ضربة جزاء أخرى المنتخب التونسي لاعب أعتقد أحمد فتحي رقم 7 دخل على فخر الدين بن يوسف، لكن ما في إعادة، لذلك أنت لكن الإعادة لم يكن هناك إعادة، خذ رأي ميدو في الإعادات هو حيقول لك. أنا قلت لهم المخرج عندنا في مصر طالما ضربات جزاء مش عيد أبدا. لو علينا. لو علينا مش عيد. تحت الهواء. عموما الكابتن أشاد بحسني عبد رب وحسني يستحق الإشادة ليس فقط من هذه المباراة، من خلال المشوار فيه الكثير من الأمور المميزة لنجم مميز. ننتقل الآن إلى استوديو آخر لبين سبورتس، وهو الاستوديو المخصص لبرنامج ألو بين، حيث يتواجد الزميل العزيز حمد جاسم. حمد مساء الخير، تحية لك. ولك الكلمة لتطلع مشاهدي بين سبورتس على ماذا ينتظرهم في ألو بين، خاصة ما يتعلق بهذا الديربي العربي الكبير بين مصر وتونس. مساء الخير محمد، مساء الخير على زملاء والمحللين الكبار الذين هم لديك والكابتن جمال.
الشريف. محمد طبعا كالعادة هناك طبعا التعليق الدام عبر ألو بي إم بالنسبة لهدف المنتخب التونسي، في انتظار إن شاء الله أيضا المنتخب الجزائري بإذن الله يخرج فائزا من المباراة التي يخوضها الآن. وهناك أيضا فقرات أخرى تحدي ألو بي إم والاتصالات في انتظار الجماهير هنا في ألو بي إم. أنت عندك اليوم نبيل معلول وعندك سامي الجابر في لقاء بيكون بينهم يوم السبت إن شاء الله. عرفت كل رايح الجيش العربي رايح المباراة السبت. المفروض محمد أنك أيضا تتكلم عن الإعادات مع سوار الذهب يعني. ملك الإعادات. شكرا لك أحمد جاسم. واليوم اكتشفنا واحد عنده مشكلة مع الإعادات أيضا ميدو. شكرا لك حمد، نلتقي بك بإذن الله بعد حوالي 6 دقائق من الآن. شكرا لحمد. ميدو بشكل مختصر، هل ودعت مصر كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي بعد هذه الخسارة؟ طبعا الموقف تأزم حسابيا على الورق، لا الأمل موجود. الأمل موجود، لو كسبنا الماتشين الجايين بوتسوانا وتعثر منتخب السنغال ومنتخب المنتخب التونسي، ولسه السنغال هتلعب تونس، لازم نفضل متشبثين بالأمل. أنا قلت كنت بتكلم قبل اللقاء أن يجب دعم شوقي غريب وجهازه إلى أن يثبت ان هو او يفشل في التاهل لكاس الامم الافريقيه. اذا فشل في التاهل لكاس الامم الافريقيه ساعتها يرحل، انما انا شايف ان ان ان, إن ما زال الامل موجود، لازم المسانده تفضل موجوده لغايه ما حسابيا نبقى خارج كاس الامم. طبعا نحن نعرفكم حسابيا على وضعيه هذه المجموعه بعد نتيجتي مباراتي اليوم بفوز السنغال على بوتسوانا بهدفين دون مقابل في ملعب بوتسوانا، وخسارة مصر أيضا هي الأخرى على ملعبها أمام تونس بهدف نظيف بعد هاتين النتيجتين، تكون صدارة هذه المجموعة لمنتخبي السنغال أولا، تونس ثانيا بفارق الأهداف وبست نقاط لكليهما، ثم بوتسوانا مصر بصفر من النقاط. فقط نذكر بمباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، حيث تلاقي السنغال في ملعبها منتخب تونس على صدارة هذه المجموعة بعد نهاية نصف مبارياتها الأول، ثم بوتسوانا تستضيف مصر في مباراة قد توصف بأنها مباراة الأمل الأخير بالنسبة للمنتخب المصري. وصلنا نحن إلى نهاية هذا الاستوديو، أشكر محلي بين سبورتس التحكيمي الكابتن جمال الشريف وأيضا الفني الكابتن سامي الجابر، شكرا جزيلا لكما. شكرا. وشكر موصول أيضا لمحلي بين سبورتس الكابتن نبيل معلول والكابتن أحمد حسامي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة وعلى المحبة، نلتقي دائما بإذن الله تعالى، في أمان الله.